يا مساء الرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من ملعب اون. بدايتنا مع حدث وحديث الساعه، امام عاشور نجم خط وسط النادي الاهلي اللي نزل اعتذار النهارده، هنشوفه مع حضراتكم حالا. ولكن فيما يخص موضوع امام عاشور في شقين، الشق بتاع الاعتذار، بس قبل ما نروح للاعتذار ونعلق عليه خليني اقول لحضراتكم اخر الاخبار التي تخص موضوع وكواليس امام عاشور. في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها مع حضراتكم في مشكله كبيره جدا ما بين محمد الشناوي قائد النادي الاهلي وكابتن فريق النادي الاهلي وما بين امام عاشور على اثر وخلفيه ما وقع من امام عاشور. تبعات هذا الامر ان في انفولو حصل من محمد الشناوي على الانستجرام بتاع امام عاشور، عمل له انفولو. نفس القصه امام عاشور، تدخل بعض اللعيبه الكبار زي عمرو السوليه وغيره من اللعيبه ورامي ربيع اللعيبه الكبار في الفرقه عشان يغلطوا امام عاشور ويفهموه غلطه، انه ما ينفعش انه كان يتحدث ويتكلم بمثل هذه الطريقه مع كابتن الفريق اللي هو محمد الشناوي. في بعض الاحيان او في وجهه نظر بعض الناس موضوع انستجرام والحاجات دي موضوع سطحي وموضوع يبدو تافه يعني، بس هي قصة مش كده. هي قصة ان امام عاشور متزعم جابها جوه الفرقة ومتضامن معاه فيها محمود عبد المنعم كهربا، ان لولا محمد الشناوي لولا ان الموضوع كبر. يعني محمد الشناوي لو ما كانش تدخل في الموضوع ما كانش الموضوع كبر بالمنظر ده، وانه هذا الرأي وهذه الجبهة اللي بيقودها امام عاشور ومحمود عبد المنعم كهربا، ان تدخلات محمد الشناوي هي اللي بتكبر المشاكل اللي موجودة جوه اوضه اللبس. طبعا الكلام ده عاري تماما من الصحة، لان محمد الشناوي واحد من اهم الكباتن اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، لعيب مهم جدا، لعيب القاسي وداني بيشهد له بالاحترام والادب والاخلاق والقياده جوه الفرقه. وانا هنا مش بتكلم على راي ابراهيم عبد الجواد، انا بتكلم على راي كابتن محمود الخطيب اللي هو واحد من رموز واساطير النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي عمره ما يحط ثقته في حد ولا في لعيب غير لما يكون عند قدر هذه الثقه والتوقعات منه. محمد الشناوي لما بيتدخل مع اي لعيب او بيتدخل في اي مشكله بيتدخل عشان هو قائد الفريق وعشان هو كابتن الفريق اللي مخول اليه من مجلس الاداره صلاحيات يعملها وصلاحيات تخص الانضباط والاجزاء الاداريه داخل الفريق. وهنا يتبادر الى اذهاننا سؤال، طب هو محمد الشناوي اللي الناس بتشتكي منه ده وشايفينه ان هو اللي بيكبر المشاكل، ما عملش مشاكل مع محمد هاني ليه مثلا؟ ما عملش مشاكل مع اسامه ابو علي ليه؟ ما عملش مشاكل ليه مع قفشه لما حصل قبل كده مشاكل مع قفشه؟ طب ليه ما اتخانقش مع قفشه؟ طب ما قفشه كان عنده مشكله قبل كده مع كولر، اشمعنى محمد الشناوي ما اتخانقش معاه؟ وغيره 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 من اسامي كتيره جدا يطول بينا الوقت ان احنا نقعد نذكرها ونسردها، من اجيال كتيره تعاقبت على الشناوي وهو موجود كابتن فرقه عمره ما كان عنده مشاكل معاهم. فالمشاكل دايما بتصدر من اسماء معينه هي اللي بتخلق المشاكل، وبعد كده تدعي المظلوميه وتلزق المشاكل دي في ناس تانية. وانا هنا بتكلم بالاسم على امام عاشور وعلى محمود عبد المنعم كهربا، لان محمد الشناوي عمر ما حد شاف له مشكله ولا حد سمع له مشكله، ومحمد الشناوي تحديدا ده برهن بالافعال جوه الملعب وبرفعه لكؤوس ودروع كتير على مدار تاريخه بحبه وعشقه للاهلي، وبرهن بالغالي والنفيس من ملايين الدولارات اللي ضحى بيها الشناوي وقت ما جاله عرض من السعوديه بارقام كبيره جدا، ضحى بيها عشان لاجل عيون جماهير الاهلي ولاجل خاطر الاهلي قبل ما يتالق شوبير وقبل ما يكون موجود مصطفى شوبير، لان ما كانش في حد يبقى بديل كفء للشناوي داخل مرمى او داخل يحرس مرمى شباك وشباك النادي الاهلي. فضحى الشناوي بالملايين دي بالدولارات دي عشان يكون موجود تحت امر النادي الاهلي، لان هو بيشوف ان بعد ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل عليه. فمن العيب ومن الخزي ومن العار ان حد يزج باسم الشناوي ويختلق مشاكل باسم الشناوي اللي هو تاريخه ناصع البياض داخل الملعب وخارج الملعب. دي اول جزئيه. نيجي بقى للجزئيه الثانيه الخاصه باعتذار امام عاشور، وخلينا نعرضه مع حضراتكم دلوقتي. امام عاشور بيقول: اولا كل الاحترام والتقدير لزمايلي وكل منظومه الفريق من الكبير للصغير، وانا بعتذر عن اي خطا زعل حد مني ومتقبل للعقوبه، وده شيء طبيعي لان الفرق بين هنا واي حته تانية كبير قوي.
للاسف فاكرين بالفبركه على السوشيال والتصريحات الكذبة على لسان اخويا ممكن ياثروا على علاقتي بالاهلي وجمهوره. ده مش هيحصل. انا فخور بالاهلي وممتن جدا بدعمه ومسانده الجمهور الاهلي، اعظم جمهور في الكون، وباذن الله طموحاتي واحلامي هتتحقق هنا في الاهلي. طب تعالى اقول لك بقى القصه بتاعت الاعتذار. نمره واحد، احنا لينا بالظاهر النوايا يعلمها المولى عز وجل. الظاهر ان الاعتذار من شام الكبار، والظاهر ان الاعتذار حاجه تثمن، ان الواحد يعترف بخطأ وحاجه نحييه عليها. ولكن خليني بقى اقول لك امام خمس حاجات بسرعه كده على خلفيه هذا الاعتذار. نمره واحد، العبره بالملعب، لا بقصف الجبهات ولا بالترندات الرخيصه ولا باللقطات الرخيصه، العبره بالملعب. هتلعب، هتأدي، هتجيب بطولات، الجمهور هيشيلك فوق دماغه. واظن انت اكتر واحد حسيت وعرفت ان الجمهور الحقيقي مش بعض المغيبين على السوشيال ميديا، اللي يهمهم هو الملعب وهي البطولات ومدى اسهامك في احراز بطولات، لان جمهور الاهلي الحقيقي اللي بالملايين ما بيكبرش حد غير فرقته، ومهما عملت ترندات ولقطات وحاجات كتيرة جدا، لو مستواك نزل زي الفترة اللي فاتت محدش هيسمي عليك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، جو التلقيح بتاع الحتة التانية والحتة التالتة والحتة الرابعة، اقولها لك واعدها لك، انت لو مالكش خير في الحتة التانية مش هيبقى ليك خير في حد، لان الحتة التانية دي هي اللي خلت ليك اسم والناس تعرف مين هو امام عاشور ويروح منتخب مصر ويحترف، وخلت النادي الاهلي يشتريك وتبقى واحد من لعيبته. وتذكر الكلام اللي انت قلته على لسانك من احترام وتقدير الرمز الكبير والاسطوره الكبيره الكابتن محمود الخطيب. افتكر كده نصحك بيه عشان تعرف ان الكبار بيفكروا ازاي وبيحترموا الحتت التانيه ازاي. الحاجه الثالثه، المفروض والصح ان الواحد لما بيغلط يقول انا اسف نقطة، اسف وبس. لكن اسف وادعي المظلومية واقول اصل فبركة ومش فبركة، هو انت لما عملت ري شير وري بوست لواحد من البوستات والستوريز بتاعت واحد من المدربين انت بتتمرن معاهم اهو، وكنت بتتريق فيها على مدير الكرة بتاعك، دي كانت متفبركة ولا دي اتحطت على السوشيال ميديا بتاعتك لمدة 50 دقيقة وما شلتهاش غير بعد ما تدخل كبار الفريق زي عمرو السولية وغيره من كباتن الفرقة اللي طلبوك ان انت تشيلها؟ دي مش متفبركة. فبدل ما تدعي المظلومية وترمي خطأك على الغير، اعترف بخطأك وقول انا اسف، متقبل العقوبة وشكرا. نمرة اربعة، يا امام لو شدنا خط دلوقتي وسطر دلوقتي انت مش هتتشاف على رادار اللعيبه الجامدين اللي جم في خط وسط الاهلي ومنتخب مصر، مش هتتشاف. يعني مش هتيجي حاجه مثلا في احمد حسن ومحمد شوقي وحسني عبد ربه وحسام غالي وحسام عاشور وعلاء ميهوب وطاهر ابو زيد وصفوه عبد الحليم وحماده عبد اللطيف، مش هتتشاف. فانت حتى الان لعيب جامد جدا واحسن موهبه موجوده للعيب خط وسط في مصر، بس لو شديت خط وشفته كده وقست ووقفت تاريخك هنا انت ما عملتش اي حاجه. وما تفتكرش ان الخمس بطولات اللي انت حققتهم مع النادي الاهلي دول حاجه، لان اي عيل صغير بيعدي من قدام باب النادي الاهلي بيحقق بطولات. اللعيب الصغير اللي احنا اصطلاحا بنقول عليه ناشئ، مصطفى شوبير او لعيب صغير، معاه 2 افريقيا يا ابني. يعني اي حد بيعدي من قدام بوابه النادي الاهلي بيعمل تاريخ يقعد يتحكى بيه سنين. زميلك في الفرقه واحد من كباتن الفرقه امرا بيعمل معاه 6 دوري ابطال افريقيا، في انديه ما جابتهمش. الحاجة الخامسة والأخيرة، سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال لك إيه؟ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الصحبة ثم الصحبة ثم الصحبة. الناس اللي بتكتب لك التويتات وبتاعت وحط بس أنت الشعار يا إمام واعمل وحط أقف فوق العرض واعمل رقم واحد فخلاص في الموضوع هيعدي والناس هتشيلك فوق، لا يا حبيبي، الكلام ده ما بيخلش على الجماهير، واللي خال عليهم لفترة قصيرة ما بيطولش. في الآخر أدائك ومستواك في الملعب هو البرهان الحقيقي على تقدير وحب الجمهور ليك. الصحبة ثم الصحبة ثم الصحبة. لو أنت محوط نفسك بناس بتتريق على مدير الكرة بتاعك وأنت فرحان بيهم، لو أنت محوط نفسك بناس بيشوفوك أنت يقول لك أنت رونالدينيو وزيدان زين الدين زيدان وباجيو في بعض، وأنت إيه ده اللي بيعملوك كده إزاي؟ وإزاي بيغرموك؟ ومين محمد الشناوي ده عشان يعاملك كده؟ ومين محمد رمضان عشان يقول لك كده؟ وإيه النادي الأهلي ده اللي يغرمك؟
لو انت محوط ناس بتملى دماغك بالكلام التافه ده والسطحي ده، اعرف كويس جدا ان اخرتك هتبقى وحشه وهتروح زي اللي راحوا. انت مش اكبر من لعيبه ونجوم، انت في الكوره ما جيش صباع رجليهم الصغير وراحوا بسبب عقليتهم وشخصيتهم الغير منضبطه. فطول ما انت محوط نفسك بانتراج وصحبه سيئه عماله تضخم فيك وتكبر فيك وتحسسك ان انت مارادونا الجيل ومفيش حد والكره المصريه ما انجبتش غيرك وانت فوق اي حد واكبر من اي حد، يبقى الطريق مش صح. انت لعيب كويس جدا، موهبه كبيره جدا، ولكن لازم تعرف ان الموهبه من غير عقليه وشخصيه واحترام والتزام وانضباط ما تنفعش. والاحترام والالتزام والانضباط بيبان وانت قاعد دكه، مش وانت بتلعب ومؤدي. بيبان لما يبقى المدير الفني شايفك تقعد دكه فتحترم ده وتلتزم بده وتشجع زميلك وتقف في ظهره وتبقى متضايق بس تطلع ديك ده بشكل حميد جوه الملعب او في التدريبات عشان ترجع تاني اساسي. ولا يعني والكلام اللي الواحد بيقوله ده بيقوله عشان الواحد بيعز عليه ويصعب عليه ان يشوف مواهب كويسه ومحترمه وبتضيع بسبب صحبه غير صالحه ولا دماغ مش وتفكير وطريقه تفكير مش كويسه. اللهم بلغت، اللهم فشهد. نروح من امام عاشور نروح للوداد، نادي الوداد اللي عنده مشكله في القيد زي انديتنا برضو، عنده مشاكل وعقوبات وغرامات والكلام ده كله، بيجهز عرض عشان يستعير رضا سليم لان هو في احتياج لمهاجم وجناح، فبيشوف ان رضا سليم ممكن يكون حل جيد جدا خاصه في الوقت ان رضا سليم ما بيشاركش بشكل جيد ومستمر مع الاهلي. والوداد بصدد انه يرسل عرض رسمي للنادي الاهلي، حتى الان لم يتم ارسال اي عرض، ولكن الوداد بيجهز عرض رسمي عشان يبعته للنادي الاهلي لاستعاره خدمات رضا سليم اللي ممكن يكون مفيد جدا جدا للوداد خلال الفتره اللي جايه. تعالوا بقى اوريكم حاجه مهمه جدا عشان اوريك الفرق بين، بص، في ايه في سوره الرعد في منتهى الجمال: فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. عشان اوريك الفرق بين اللقطه الرخيصه واللقطه الحقيقيه. نادي ليفربول عنده عاده وفقا للواجب المجتمعي اللي بيعملوه في ليفربول، ان هم عندهم في شهر ديسمبر يوم لذوي الاحتياجات الخاصه، فنادي ليفربول عنده التزام خلال هذا اليوم بانه بيعمل بعض الاعمال الخيريه المجتمعيه اللي فيها مسانده لاخواتنا واهلنا اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. طبعا أنا بتكلم على إنجلترا. ففي لعيب أو في قصدي طفل اسمه إسحاق. إسحاق ده عنده متلازمة، في متلازمات عديدة بس في بعض المتلازمات بتبقى شديدة الندرة، فمنهم متلازمة وولف هيرش هورن. المتلازمة دي بتتسبب في أن الطفل أو البنت أو يعني البني آدم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدر ان يكون عنده هذه المتلازمة بيحصل له تأخر في النمو، ما بينموش زي باقي أقرانه. فإسحاق ده عنده هوس بليفربول، على السوشيال ميديا دايما بيحط حاجات ليفربول ويشجع ليفربول، كل يعني مهووس بليفربول. فعملوا زيارة مفاجأة في مدرسته اللي هي نورث وود، وراح له محمد صلاح وفيرجيل فان دايك زي ما انتم شايفين كده. تخيل كم جبر الخاطر والسعادة والفرحة والجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلهم على قلب هذا الطفل البريء الجميل بسبب الزيارة بتاعت النجمين دول وضحكهم معادة. دي بقى اللقطات اللي بجد اللي احنا نتمنى نشوفها من لاعبتنا، بدل ما تقعدوا بقى يا جماعة، أنا آسف والله مش قصدي يعني، بدل بقى بعيد عن اللقطات، بلاش يعني بعيد عن اللقطات بتاعت الخبط والجو والرزع والحاجات دي، لو اللقطات دي تبقى موجودة بجد وتقطعوا من وقتكم كده ومن امكانياتكم كوقت ولا فلوس ولا وتروحوا تجبروا بخاطر طفل زي ده ولا بخاطر مريض ولا دار مسنين ولا حاجه عند الرب وعند العبد كبيره قوي. فراحوا له محمد صلاح وفيرجيل فان دايك واخدوا اسحاق كمان لمركز التدريب اللي هو اكسا بتاع ليفربول، وخلوه يتصور مع بقيه اللعيبه ومع ارني سلوت المدير الفني، وخلوه يقضي يوم زي ما حضراتكم شايفين كده. دي اللقطات اللي احنا نتمنى ان هي تكون موجوده، دي اللقطات اللي احنا نحب ان هي تكون موجوده. وما اخبيش عليكم اللي احنا اولى بيها، يعني اللي احنا كمجتمعات شرقيه وادياننا يعني بتشجعنا وبتحثنا ان احنا نعمل ده، فانا بحس ان احنا اولى الناس
بان احنا نعمل اللقطات دي بجد، بدل ما احنا بنعمل لقطات تانية، بدل ما احنا نعمل تفاصيل تانية، بدل ما احنا بنقعد نتخانق على مين كسب ومين خسر، ونقعد ناس تشتم في بعض وتتخانق مع بعض عشان الكورة. احنا اولى ان احنا نستخدم الكورة والرياضة فيما صنعت من اجله، وهو ان الرياضة تسامح وجمال وحب وجبر خاطر زي الجمال والحلاوة اللي احنا شايفينها. وربنا يشفيك ويعافيك يا اسحاق، انت وكل اطفالنا ومرضانا يا رب في كل حته في الدنيا. وربنا يكبر بخاطرك يا محمد يا صلاح، يا اللي غيرت صوره البني ادم العربي واللاعب العربي في الدنيا كلها، وبقيت مثال وقدوه لاي حاجه جميله فيها اخلاق حميده وحلوه وفيها جبر خاطر زي ما احنا شايفين الصوره دي. نروح للكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق التحدي الليبي. يا كابتن خالد مساء الورد. مساء الخير، ازيك يا ابراهيم؟ عامل ايه؟ حضرتك ايه والله. انت اكتر والله يا كابتن خالد. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الجو ساعة عندك في ليبيا؟ لا جميل والله، هو جو يعني مقارب كده لاسكندريه. طبعا انت عارف ان بنغازي مدينه يعني ساحليه جميله في ليبيا في الحقيقه، وعلى طول بعد مرسى مطروح، فتلاقي الاجواء يعني قريبه جدا من مصر، خلي بالك يعني كانك في مصر بالظبط. يعني اخبار احمد ياسر معاك ايه يا كابتن خالد؟ لا جميل والله، احمد ياسر من اللعيبه طبعا كويس جدا، وكان لعيب معايا في البنك الاهلي وقبل كده طبعا، هو في العديد من الانديه منهم المصري طبعا، ولعيب يعني جميل جدا ومفيد وجميل يعني احمد من اللعيبه المؤثره جدا في السنه. يعني رايك ايه في مشكله امام عاشور وشخصيه امام عاشور وعقليه امام عاشور يا كابتن خالد، وتنصحه بايه؟ والله انا امام اول ما طبعا لنادي الزمالك، انت عارف الكلام ده يا ابراهيم، ويمكن هو لعب مباراه قدامي واحده بس مع حرس الحدود، وجايز ان انا بنيت فكره سريعه جدا عليه وقدرت ان انا ارشحه لنادي الزمالك، رغم ان هو كان اسمه مغمور ساعتها، وكان ساعتها على قوه المحله وكانوا طالبين مبلغ كبير جدا، وانا يعني اصريت ان هو نتعاقد معاه، وكنت شايف ان هو هيبقى مستقبل كويس جدا لنادي الزمالك. وفي الحقيقه انا مشيت وتعاقدوا فعلا مع مجلس الاداره في الحقيقه، وادى في نادي الزمالك فتره جميله جدا، وانتقل بعديها طبعا احنا عارفين عصر الاحتراف، وانتقل بعديها للنادي الاهلي. في الحقيقه الموقف اللي حصل يعني هو امام سلسله من المواقف في الحقيقه، يعني انا مش عايزه يسلك سلوك لعيبه كانت لعيبه ممكن توصل لمدى بعيد جدا، ولكن اللعيبه دي بسبب سلوكها الخاطئ او فهمها الخاطئ للنجوميه اخرتهم او بطلوا بدري. يعني فعلا في لعيبه كبيره جدا، كان يعني انا على سبيل المثال لعيب مثلا زي محمد عبد الجليل لعيب النادي الاهلي، لعيب كبير جدا، لعيب ابراهيم سعيد لعيب كبير جدا، لعيب يعني في انا ما بقولش سلوك خاطئ يعني مش يعني كانوا ممكن يوصلوا لابعد من كده بكتير. أيوة. ولكن انا بتكلم على امام عاشور، طبعا موقف من المواقف السلبيه طبعا، كان لازم انا بحيي الكابتن محمد رمضان في طبعا اتخاذه قرار حاسم، لان طبعا يجب احترام، لان محمد الشناوي خلي بالك كل مدرب بيبقى حاطط كابتن الفريق ده ككابتن يعني مدرب جوه الملعب، يعني صحيح. هو بيتخذ قرارات برضه من خلال المدير الفني، فطبعا محمد الشناوي بنجوميته وهو كابتن منتخب مصر وكابتن النادي الاهلي، فاعتقد ان لازم كلامه يبقى مسموع، اما يتدخل في مشكله زي دي المفترض ان امام عاشور النجم، مش النجم خلي بالك مش بسلوكه، النجم بسلوكه، يعني هنشوف رئيس النادي الاهلي الخطيب كابتن خطيب كان بسلوكه نجم، مش صحيح. مش بلعبه بس، هنشوف نجوم كبيره في النادي الاهلي ونادي الزمالك، كابتن حسن شحاته، يعني ناس كتيره، كابتن فاروق جعفر، يعني ناس كبيره بسلوكها، مش كابتن حازم امام شوف سلوكه عامل ازاي، ولغايه دلوقتي الناس بتحبه، ابو تريكا الناس بتحبه لغايه دلوقتي، يعني نجوم كبيره جدا من الاهلي والزمالك هنقول يعني قعدوا في الملاعب فتره كبيره، شيكابالا اهو قاعد لغايه سن قد ايه، يعني ناس كتيره بتقعد بسلوكها مش بنجوميتها بس او بمستواها في الملعب، لان المستوى ده
بيروح ويجي المستوى ده، انا كويس النهارده بكره هبقى وحش، فلازم لما ابقى وحش لازم الناس تشني ولازم اللعيبه اللي جنبي تشني. طول ما انا سلوكي وحش اول ما اقع مش هلاقي حد جنبي، فدي وجهه نظري قرار صحيح 100% من كابتن محمد رمضان، انا بحييه عليه الحقيقه. كابتن خالد فهد المسماري، سمعنا كلام ان تم ترشيحه نادي الزمالك، الكلام ده مظبوط؟ والله بص انا بص يا ابراهيم الموضوع شائك جدا. فهد يمكن قبل الدوره الوديه اللي احنا لعبناها طبعا لعبنا دوره وديه اول ما انا وصلت على طول، وكانت مفاجاه ليا في الحقيقه، والاستاذ نجيب يمكن رئيس النادي كلمني ان احنا لازم نخش الدوره دي دوره عمر المختار، وطبعا والاستاذ فرج حنيش طبعا، وفعلا دخلنا الدوره دي، وكنت بعد اربع ايام من تولي المسؤوليه لقياده فريق التحدي، وفريق التحدي خلي بالك من الفرق برضو الكبيره جدا. أيوة. رغم ان هو ابتعد عن البطولات الفتره اللي فاتت، ولكن بقليل من الدعم يمكن هيرجع تاني، ويمكن انا قعدت مع فهد قبل البطوله وشفت ان هو لعيب كويس جدا، وقلت له فهد خلي بالك لو انت سمعت كلامي خلي بالك ممكن تروح منتخب، وفي الحقيقه سبحان الله ان هو لعبنا بعد اربع ايام من وصول ليبيا، لعبنا بعد اربع ايام الدوره دي، وكانت دوره كبيره جدا مع السواحلي واهلي بنغازي، والصداقه كانت مجموعه قويه، ويمكن احتلنا المركز الثاني، وقعدت قلت لفهد اسمع كلامي هتبقى هتروح منتخب، وفي الحقيقه هو يعني ادى دوره كبيره جدا، ومن خلالها راح منتخب ليبيا في الحقيقه في 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 في, في يعني كانت مفاجاه بالنسبه لي انا كمان. أيوة. واحرز هدف جميل جدا مع منتخب ليبيا، يمكن فاز على رواندا وكان قاب قوسين او ادنى ان هو يصعدوا بمنتخب ليبيا. لعيب كويس جدا بيلعب في مركز 10 او 9 يعني، وممكن نسميه في مركز 10 9 ونص اللي هو زي اوباما كده، اللي هو اللي بيجي من ورا الراس حربة. ممكن يجي نعم عنده كام سنه؟ عنده كام سنه؟ عنده 20 سنة. 20 سنة الحقيقة هو لعيب كويس جدا. هو لعيب كويس جدا، وطبعا هو يعني هو يعني هو مكمل مع فريق التحدي السنة دي، يعني ده يعني امر منتهي يعني منتهي طبعا، لان انا طبعا الفرقة مش انا اللي عاملها، وانا في برضه مش احسن حاجة يعني، يعني لسه احنا محتاجين تدعيمات كبيره جدا في يناير عشان بس ننافس على الصعود، يعني الفرقه طموحها السنه دي ان احنا نصعد بس سداسي، دي اقصى طموح ممكن السنه دي ستيب باي ستيب يعني، او خطوه بخطوه ان انا احقق الهدف ده، يعني في الحقيقه ما اقدرش احقق هدف ابعد من كده. الدوري هيبتدي امتى ان شاء الله يا كابتن خالد؟ هو لسه هيقعدوا ان شاء الله، و هيقعدوا في ظرف اليومين دولت مع بعض، وهيحددوا بدايه الدوري. طبعا انا معلش قبل ما اقول انا طبعا واخد جهاز فني، معلش انا اسف يعني، كابتن وائل كوندي مدرب عام. أيوة. كابتن اوكا مدرب مساعد ومعد بدني، كابتن خالد متولي مدرب حراس مرمى، كابتن احمد سليمان محلل اداء، ومعايا في الحقيقه حتى منهم الكابتن احمد البرعاصي والاستاذ احمد الشيخي والاستاذ محمد ابو الخير والاستاذ جمال الشويدي، كلهم في الحقيقه احنا نادي فعلا يا ابراهيم، يعني ناس بتساعدني، الاستاذ نجيب بيساعدني يعني بما يعني ما بيأثروش يعني، فان شاء الله اتمنى نعمل موسم كويس، لكن موضوع فهد هنسيبه طبعا، ده موضوع شائك دلوقتي، وبسيبه طبعا لمجلس الإدارة وليه الحرية الكاملة، لكن هو مكمل معانا السنة دي، ده أمر يعني محسوم عشان نخلص من القصة دي خالص، وده متروك لمجلس الإدارة طبعا. بس هو قريب من الزمالك يا كابتن خالد؟ لا أنا ما أعرفش، أنا بص بتدخلني أصلا، أنا ما أقدرش أدخل في القصة دي خالص دلوقتي، من قريب او من بعيد يعني. تمام.
موضوع شائك جدا، وما ينفعش ان انا لسه واصل واتكلم في موضوع زي ده ومتروك لمجلس الاداره وانا ما اقدرش اتكلم، ماليش الحق ان انا اتكلم دلوقتي فيه يعني. لكن انت هتسالني لعيب كويس؟ لعيب كويس جدا، يفيد اي فريق، وعلى فكره معروض عليه انديه كثيره في ليبيا، انديه كبيره جدا في ليبيا. هل في مصر في نادي تاني غير الزمالك؟ لا والله انا ما تعرفش، ما لهوش عندي. انا ما اعرفش، انا مدير فني ما اقدرش اتكلم في لعيب عندي اقول لك حاجات زي كده، دي ما اقدرش انا اتكلم فيها، لان دي ما اقدرش اتكلم في حاجه بعيدة عن صلاحياتك، ما ينفعش اتكلم. تمام كابتن خالد، احنا اتفضل. نعم. اتفضل. لا اتفضل كابتن خالد. ان انا اتكلم في حاجه دي اتكلم فيها مجلس الاداره، انا راجل مدرب فرقه اللي بتكلم ده لعيب كويس ولا وحش، بقول لعيب كويس. تمام كابتن خالد، ده مكمل معانا، ده مكمل معانا، فما اقدرش ادي اي تصريح غير كده، ما يعني ما ينفعش ان انا. ربنا معاك يا كابتن خالد، وان شاء الله موفق في هذه التجربه، ونتابعك ان شاء الله، ودايما نكلمك. ربنا يخليك يا حبيبي، وانت ناجح وموفق حبيبي. شكرا، كل الشكر لكابتن خالد جلال. نروح بقى للاستاذ هاني عصام واهم الاخبار والعناوين. زعيم ليبيا الاستاذ هاني عصام. استاذ هاني منور الدنيا، ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله. جوميز قبض على الجاسوس اللي في اوضه لبس نادي الزمالك؟ قبل جوميز امام عاشور. ماله امام عاشور؟ حضرتك يعني امام عاشور انا حاسس اعتذار وعايز يقول انا اسف، بس ربط ثلاث اربع حاجات ببعض. اقول لك شويه تفاصيل بسيطه وسريعه في امام عاشور. اولا امام عنده اكتر من عرض اوروبي وعرضين من تركيا، احد العروض من نادي بشاك شهير التركي. ربما الاسم الناس ما سمعتوش، ومعلومه جديده للناس، نادي بشاك شهير عنده رغبه ان هو يتعاقد مع امام عاشور في يناير على سبيل الاعاره. امام دايما تويتاته السوشيال ميديا عكس الواقع، يعني دايما على السوشيال ميديا قصف جبهات، تلقيح، عايز يحط الزمالك في النص، لكن جلساته المغلقه مع بعض اللعيبه من بره الزمالك او الجزء بتاعه والشله بتاعته، دايما يا كابتن ابراهيم انا معلومه مسؤول عنها، بيقول دايما انا كنت نفسي اكمل في نادي الزمالك، وكان عندي رغبه ان انا عايز العب في نادي الزمالك. فمستغرب ليه دايما رد فعله على السوشيال ميديا مختلف. رقم اتنين، محمد الشناوي تقريبا في حد مسخن امام على الشناوي، او حد موصل له كلام مش صحيح. المشاده اللي حصلت ما بين امام والشناوي، معلوماتي ان امام قال للشناوي في لحظه عصبيه ونرفزه ما تجيبش سيرتي تاني في التجديد، وانت بتجدد قلت لهم ليه عايز زي امام عاشور وعايز تاخد زي ليه؟ ده اللي قاله امام عاشور. ربما البعض مسخن امام موصل له كلام مش صحيح، لكن امام تاني جلساته المغلقه والشله بتاعته وفي قعداته جلساته مع اللعيبه دايما بيقول كنت عايز اكمل في نادي الزمالك والناس كانت بتعاملني كويس جدا. طب اقول لك انا بقى حاجه جديده. اتفضل. امام عاشور ما عندوش ولا عرض من تركيا ولا من اي حته. لا انا حتى هذه اللحظه اللي انا بكلمك ممكن فيها ممكن ما وصلش رسمي للنادي الاهلي. امام عاشور ما عندوش اي حاجه، وده ما هو الا اخبار بيتم تسويقها من قبل بعض وكلاء اللاعبين لاطفاء مزيد من الاهميه على امام عاشور. لكن حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الساعه 11:30 وداخل على 5 يوم الجمعه 29 نوفمبر، امام عاشور لا يمتلك اي عرض من اي نادي لا في تركيا ولا غير تركيا. بص يا كابتن، ربما العرض ما وصلش للنادي الاهلي لكن وصل لوكيله ووصل لامام نفسه، وامام حاسس اما بيقعد مع المقربين بالنسبه له ان انا دايما مضغوط، انا مش عارف ليه، هو حاطط نفسه في الضغط، ازمات بيتم تضخيمها، مشكله. وفي لعيب حظى بدعم وتأييد شعبي من الجمهور غير زي امام اللي حصل فتره فاتت اطلاقا. انت تصرفاتك اللي بتحطك تحت الضغط، ففي النهايه امام مش حابب يحط الزمالك في طرف في القصه. انت عندك مشكله واتخانقت وتعاقبت واعتذرت، هو ايه دخل الزمالك في القصه؟ القصه ببساطه شديده استاذ هاني، عشان يكسب عطف جمهور النادي الاهلي. هو القصه ببساطه شديده دور على انت الشلة. المدخلات طب بتبقى، انت مش هتدخل بطيخ هيطلع كرومب. امام ما كتبش ولا كلمه من انا عارف، وانت هتقول لي انا عارف يعني. تماما بعت له القصه ببساطه شديده، ان طول ما انا مقتنع وبناس بتقنعني ان انا لما احط النسر واحط قلوب واحط صوره الاسد واعمل كده واعمل كده واعمل كده خلاص ده اللي هيقعدني في الاهلي، الناس دي هتقضي عليا، الناس دي بعض المنتفعين على قفايا
وبيحاولوا يحسسوني ان انا دايما مش غلطان وان انا كل حاجه عندي زي الفل وان انا تمام و100 فل و17 وان انا بالطريقه دي هكسب حب وتعاطف جمهور الاهلي وافضل قاعد، كان غيره اشطر. صحيح. بس ده ببساطه شديده يعني. فامام عنده فرصه انه يراجع نفسه، بتفق مع حضرتك ان فرصه مش هتجيلك مرتين. ده باختصار تمام. موضوع امام عاشور. جوميز بقى ايه بقى موضوع جاسوس الزمالك؟ جوميز الفترة اللي فاتت كان بيشتكي من التدريب وان الملعب نفسه ووقت التدريب بيبقى مفتوح والاعضاء بيبقوا موجودين بيتفرجوا على التدريب، وكنت مع حضرتك الاسبوع اللي فات وفي احد التدريبات اضطر ان هو يلغي التدريب. قبل ماتش الزمالك الاخير كنت موجود في النادي ربع ساعة للميديا اللي بيتم السماح ليها الوسائل الاعلام ان هي تكون موجودة. نادي الزمالك ودارة نادي الزمالك قفلت الملعب كله. ايوه الملعب ضبه مفتاح، مفيش حد مفتاح. يخش كل الملعب يا كابتن ابراهيم مقفول تماما. التدريب نفسه كمان وقت التدريب مش مسموح لاي شخص انه يكون موجود في التدريب. أيوه. بما فيهم الميديا نفسها بتاعت النادي. يعني مش اليوم اللي قبل الماتش، لا وقت التدريب كله. اصبح انت هل ده معناه ان هقول لحضرتك جوميز بقى له فتره ما بيعلنش القايمه اصلا. أيوه. يعني القايمه اللي هي ال 20 او ال 18 لعيب ما بيعلنهاش. الماتش اللي فات بلاك بولز ضايق جدا. انا الفيديو ده بص حضرتك هتلاقي الملعب كله، سوق الملعب كله متغطي. ايوه مفيش حد حتى لو هتبص بره الملعب هتعرف تبص على حاجه. أيوه. كله. فبالنسبه لجوميز كاداره انا عملت لك كل حاجه، الملعب كله متقفل، السريه تامه، انت مع اللعيبه وانت جوه الملعب بتحط الخطه والتكتيك بتوعك. طيب اللي حصل انه قبل ماتش بلاك بولز الراجل اتضايق جدا وعمل مشكله جامده جدا يوم الماتش الصبح. اتفاجئ مش القايمه، يعني انا ما اعلنتش القايمه، اتفاجئ ان التشكيل كله نازل وبالاسم. يعني في بعض المفاجات مثلا ايشو ما حدش كان عارف. ده من اللعيبه ولا من اللعيبة؟ من المؤتمر الصحفي. من قصدي من انا اسف من الـ من الجزئيه الاعلاميه او المكتب الاعلامي لنادي الزمالك خالص. المكتب الاعلامي حتى ما بقوش موجودين في التدريب. وانا كنت موجود خارج وقت التدريب. جوميز متضايق جدا وفتح تحقيق في الموضوع، والفتره اللي جايه تليفونات اللعيبه كمان ممكن مدير الكورة او الجهاز الاداري جوه نادي الزمالك هيحصل تفتيش عليها، لان الراجل بالنسبه له موضوع حقيقه وموت، لا ما ينفعش التشكيل يتسرب. فالجزء بالنسبه له جوميز دلوقتي اللي بيسرب التشكيل واللي مسؤول عن ده من جوه الفريق نفسه، لا هو عضو ولا هو حد صحفي موجود بيتفرج على التدريب ولا اي حد. من الحاجات اللي ضايقته كمان مشكله فتوح. هو جوميز اما اتطلع صرح في المؤتمر ان دايما مشاكل نادي الزمالك والازمات بتبقى موجوده في الاعلام، طبعا بعدها ب 24 ساعه حصلت مشكله امام عاشور. فهو بالنسبه له متضايق مشكله فتوح. معلوماتي ان ازمه فتوح كلها ان فتوح كان موجود قبل الماتش بيومين في التدريب. قبل الماتش بيوم فتوح تواصل مع الجهاز الاداري لنادي الزمالك وقال لهم بالنص انا تعبان، انا شربت شوربه سي فود سخنتني، خدت حقنه، مش قادر اجي النادي. طب تعالى نكشف شوربه سي فود. ده اللي حصل بالظبط، سخنتني، خدت حقنه، مش قادر اجي النادي. أيوه. طب تعالى نكشف عليك، لا انا نايم ومش قادر اجي. طب هنبعت لك دكتور. الموضوع كان مضايق مستر جوميز رغم عن ذلك لاعب فتوح. ليه؟ الراجل جه والتزم وانضبط واتدرب وبالنسبه له خلاص. انا سالت موقفه ايه؟ قالوا لي تعبان. فهو كانت الحقيقه بالنسبه له غايبه شويه. طبعا اللي حصل من رد فتوح وتويتر الاستاذ ممدوح عباس كتبها. أيوه. بس في الاخر جوميز متضايق، عايز المشاكل او اي ازمه او اي حاجه تفضل جوه الاوض المغلقه في نادي الزمالك. مصير محمود بنتايج. محمود بنتايج بيقدم مستويات مميزه مع نادي الزمالك. معلوماتي ناس في سانت ايتيان تواصلوا مع وكلاء محمود بنتايج، طلبوا عوده محمود بنتايج بنهايه الموسم. ليه؟ هم تعاقدوا مع ظهير ايسر جديد اول السنه، كان ليه الاولويه عن محمود بنتايج. فمحمود الظهير الايسر اتعاقدوا معاه ما قدمش المستويات المميزه. محمود بنتايج بيتابعوه، مبهورين بمستواه، متفاجئين بالاداء اللي بيقدمه مع نادي الزمالك من بدايه الموسم. طيب العقد نفسه ما بين الزمالك وسانت ايتيان، العقد فيه بند يحق لنادي الزمالك شراء عقد محمود بنتايج مع نهايه الاعاره مقابل مليون دولار. مقابل مليون دولار. المفاجاه ان محمود بنتايج موقع على عقد تاني بخلاف العقد الاعاره مع نادي الزمالك. يعني هو ماضي سنه مع نادي الزمالك. ماشي. في عقد تاني محمود بنتايج موقعه مع نادي الزمالك لمده 3 سنين. ازاي؟ الزمالك وقع العقد محمود بنتايج، وقع العقدين مع بعض في بدايه الموسم، وقع عقد الاعاره
الزمالك كان واثق ربما او كان متفائلين باللاعب وخلوه يوقع عقد تاني لمده 3 سنين. طبعا الزمالك ايه الجمال والحلاوه اللي احنا فيها، حافظ موقفه بشكل كامل في محمود بنتايج. محمود بنتايج كمان بلغ الوكلاء بتوعه انه عايز يكمل مع نادي الزمالك. ايوه ماشي. طب العقد التاني ده ايه؟ ده ما خلاص الزمالك مع نهايه الاعاره الزمالك هيبعت لسانت ايتيان، ما بين الزمالك وسانت ايتيان الزمالك يدفع $1,000,000. اي مليون اللي هو مليون يورو، مليون دولار. الزمالك يشتري عقد بنتايج بشكل نهائي. الزمالك بقى امن نفسه مع بنتايج نفسه عشان يعني بنتايج ما يجيش بعد كده يغلى وتالق يقول لك انا بدل ما عايز 10 قروش عايز 50 بالظبط. لا موقع على عقد بالفلوس بكل حاجه تمام. موجود العقد مع نادي الزمالك. فبنتاج انا بالنسبه لي وبالنسبه لكتير من جمهور نادي الزمالك من اهم الصفقات الصيفيه. ايوه اللي نادي الزمالك تعاقد معاها. هو مفيش غيره، هو اهم ايه؟ هو انت على كونراد، هو محمد حمدي، هو اهم صفقه هو بنتاج بالظبط. وغير طبعا ناصر ماهر وعبد الله. ناصر ماهر وعبد الله من السنه اللي فاتت، لكن يعني السنه دي بالظبط هو بنتاج. عمر فرج لحد دلوقتي لسه لم يظهر. كنت مع حضرتك قلت لك ان الراجل مش ما عندوش قناعه كامله بعمر فرج، ولحد دلوقتي ألعبه مهاجم ولا جناح ولا 9.5، هو مش محدد. جوميز بالنسبة له عمر فجأة، وبالنسبة لجمهور الزمالك حتى لو 8.25 بس أي حاجة تيجي جمهور الزمالك بالظبط الدنيا معاه صعبة جدا. نقص عددي نقص عددي رهيب نادي الزمالك. طيب بما إن احنا بنتكلم على الصفقات، هل في صفقة جديدة في الزمالك الفترة الجاية؟ صفقتين الزمالك بيتحرك عليهم، صفقة إيجاريا العقد الأخير من الزمالك لإيجاريا عقد لمدة 6 شهور مقابل $100,000. ايوه منتظرين رد ايجاريا. الصفقه الثانيه اللي عارفه انه تعهد جوميز قال لهم انا هشوريكم اللعيب ده عامل ازاي، هتلاقي لعيب مختلف تماما. اللعيب الثاني محمود جهزه وبهرزه وهتشوفوا حاجه ملهاش خالص. المشكله يا كابتن ويمن ان ايجاريا بعيد عن المشاركه الفتره الاولى جدا جدا. ما انا لسه كنت بتكلم في القصه دي امبارح، قلت ان هي صفقه محفوفه بالمخاطر، لان انت لما تيجي تبص على ارقامه حتى قبل الفتره اللي ما كانش بيلعب فيها وتشوف على ارقامه وادائه ومستواه كان سيء جدا. بس ما بالك بقى انه قاعد بعديها 10 شهور ما بيلعبش، صعب يعني. لما تشوف جوميز بيتكلم على ايجاريا ازاي مع المسؤولين في الزمالك، انا لما بقرا تصريحات جوميز عن ايجاريا بحس ان هو رونالدينيو متخفي في سوق ايجاريا، وانت كمسؤول بتضطر في النهايه خلاص هو المدرب يعني متمسك بيه تماما. اللعيب الثاني محمود جهاد، الزمالك تواصل مع مسؤول نادي فاركو لضم محمود جهاد. سواء ممكن قريب اعتقد من الزمالك فتره من فترات. بالمناسبه محمود جهاد ماضي ايوه العقد مع نادي الزمالك دلوقتي. فاركو عنده ازمه ماليه. الزمالك طلب مقايضا دخل لعيبه في الصفقه، الموضوع قوبل برفض من اداره نادي فاركو ان هم كانت طلباتهم اول السنه 40 مليون جنيه. ايوه والزمالك رفض لان في مشكله ماليه، وان انا الصفقات كلها تعاقدت معاها بدفع لسه لمده 6 أو 7 شهور او بعد سنه كمان. لكن دول الصفقتين اللي نادي الزمالك حاطط عينه عليهم بشكل كامل. عمرو كلاوه لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، لا محمود جهاد ليه الاولويه عن عمرو كلاوه. مركز خط الوسط لو الزمالك اول السنه كان متمسك وعايز وجوميز رفض، دلوقتي لا اداره نادي الزمالك بالنسبه لها خط الوسط المدافع ده رقم واحد يعني اهم من المهاجم كمان بالنسبه لهم. اهم صفقه الزمالك هيتعاقد معاها في فتره الانتقالات الشتويه. ايه موضوع اختفاء عقود انتقال عمر خضر؟ بالمناسبه الموضوع ده كابتن ابراهيم موجود من اول ما المجلس جه. ايوه انا مستغرب حتى اليومين اللي فاتوا الموضوع انتشر سوايا على السوشيال، لكن من اول المجلس جه بيبحث عن عقود عمر خضر. دلوقتي في لعيب في نادي الزمالك اسمه عمر خضر. ايوه اللعيب تم بيعه واللعيب محترف دلوقتي، فنادي الزمالك بيدور على عقود. طيب اللعيب بيتباع بيها مش لاقيينها، قلبوا النادي كله في كل الادارات في كل القطاعات مش لاقيين. المفاجاه ان عقد عمر خضر او ما يثبت ان اللعيب عمر خضر تم بيعه مش موجود على سيستم اتحاد الكره اصلا اساسا. يعني المفروض اي لعيب بيع وشراء وبيبقى متسجل في السيستم اتحاد الكره، اللعيب كان في نادي كذا راح نادي كذا سنه كذا يوم كذا بمبلغ كذا. ايوه مش موجود. طب اداره نادي الزمالك دلوقتي فتحت التحقيق في الموضوع. بالنسبه لهم الاحتمال الاقرب والصادم ان عمر خضر مشي من نادي الزمالك لعيب هاوي. يعني لا فهمني يعني ايه لعيب هاوي؟ يعني ما دلوقتي انا بعت طب والفلوس راحت فين؟ دي هم يعني طب الفلوس اللي موجوده دلوقتي ويقال ان في بند اعاده بيع 25%، طب العقد اصلا فين؟ مش موجود. فدلوقتي نادي الزمالك دلوقتي الاحتمال الاقرب بالنسبه لها اللعيب مشي هاوي. ما مش ماضي على حاجه اصلا، اللعيب مشي بالاستغناء بتاعته بشكل نهائي. طب الفلوس اللي اتدفعت فين؟ طب نسبه اعاده البيع فين؟ لعيب متالق طبعا. الزمالك هيعمل تصعيد اليومين اللي جايين مجلس الاداره، خلاص الموضوع هيصعدوه وهياخدوا فيه خطوات
قوية قانونية بشكل كبير جدا، كل ده لمجرد ان انت عن تبحث عن عقد عمر خضر. اخيرا، ازمة مالية طاحنة بتضرب الزمالك. الفترة دي في ازمة مالية قوية جدا من اشد الاوقات لنادي الزمالك بمر ازمة مالية. لجنة تنمية الموارد موجودة، محبين لنادي الزمالك، لكن كمجلس ادارة وكسيولة مالية في مشكلة جامدة جدا جدا جدا. في ازمة مالية، بيحاولوا يلاقوا موارد مش لاقين. عندك اكتر من مشكله، بالمناسبه مشكله باتشيكو اللي اتقال ان الزمالك لو قدم للمحكمه الفيدراليه السويسريه استئناف، انا بقول لك لا، الايقاف القيده هيظل مستمر مع نادي الزمالك. الزمالك ليه؟ لان خلاص ده في حكم نهائي. انت لو عملت استئناف في المحكمه الفيدراليه السويسريه مش هينوبك ان انت هتدفع 100 او 200 الف دولار زياده. طيب. لكن عقوبه ايقاف القيد مكمله زي ما هي. مشكله فرجاني سياسي لحد دلوقتي ما تمش الحل فيها، وبالمناسبه مسؤول نادي الزمالك من اللعيبه اللي في كلاش ما بينهم فرجاني سياسي، اللي عمره ما هيرجع نادي الزمالك طول ما المجلس موجود، لان هم متضايقين من تصرفات فرجاني سياسي، وان هو لحد دلوقتي بيسمعوا تصريحات. ده كان من واحد من اكبر برضو اللعيبه اللي بتعمل نمر ولقطات غير طبيعيه سوشيال وصوره. وكان بيطلع كابتن ابراهيم يقول لك انا ابني من نادي الزمالك، والراجل مشي من هنا تاني يوم قدم شكوى وخد حكم. طب تعالى نحل ودي، ما بيردش على حد. فرجاني سياسي كان موجود في نادي الزمالك، المجلس مستنيه عشان يقعد يوقع، والاوضه كانت موجوده، ماتش في استاد السويس، خلص الماتش دخل اوضه اللبس خد شنطته ومشي والمجلس مستنيه. فلحد دلوقتي مشكله فرجاني سياسي كمان ما اتحلتش. مشكله زيزو لو تم التجديد ليه او تم الاتفاق على كل حاجه هيكون من لجنه تنميه الموارد. بالمناسبه زيزو عنده عقدين، وتجددت المفاوضات من نادي نيوم مع زيزو، لكن زيزو رغبته الاولى والاخيره ان هو يكمل مع نادي الزمالك، والمجهودات رجال الاعمال ومحبين مع نادي الزمالك هي اللي هتحل الموضوع. يا استاذ هاني نورت الدنيا حبيبي يا كابتن، كل الشكر ليك على كل هذه التفاصيل حبيبي، شكرا جزيلا. بعد الفاصل الكابتن حسن مصطفى، احمد عيدي ومحمد خليفه في ضيافه ملعب اون، خليكم معنا. بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وبنرحب بالكابتن حسن مصطفى اللي بيعوب بعد غياب. كان عندك ثلاث انذارات الاسبوع اللي فات يا كابتن حسن. منور الدنيا، اخبارك ايه؟ مولع الدنيا انت في الحقيقة، انت اللي مولع، احنا مستنيينك انت عشان تولع الدنيا. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، منور الدنيا كلها. الله يخليك يا رب. محمد خليفة منور الدنيا. ده بنورك يا اخبارك ايه؟ سعيد جدا معاك، سعيد في اون طبعا، وسعيد مع كابتن حسن. ربنا يعزك يا رب ويحفظك. احمد العيدي منور الدنيا. منورك والله يا ابراهيم. اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. كله حلو؟ كله حلو. نبتدي معاكم بحديث الساعة امام عاشور. رايك ايه في قصه امام عاشور يا كابتن حسن؟ لا انت جاي كمان مع واحد كمان كان بيتوقف، يعني ما شاء الله. يعني انا مع واحد زومل، يعني زومل قديم يعني انت فاهم. لا انا بتكلم ان انا برضو وانا في النادي الاهلي اكلمك على احساسي انا واحساسه هو كلعيب. يعني هو غلط، يعني اكيد هو في الاخر هنوصل لنقطه ان هو غلط غلطه كبيره جدا. يعني انت كلعيب، انا لما كنت لعيب مع مانو جي لما جه ما لعبنيش ماتش اتنرفزت واتضايقت وسبت الملعب واتخانقت، عاقبوني ونزلوني ناشئين وعملوا حاجات كتيره قوي يعني معايا. بس انا في الاخر لما بعد ما بطلت قلت لنفسي ايه اللي انا عملته دوت؟ انا غلطت في 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 المدرب بتاعي وخليته. اولا انت بتفقد نقطه ان انت المدرب بيبقى يجي تغلط مره واثنين وثلاثه لو عنده بديل هيدوس عليك. لان احنا انا جربت الموضوع دوت، ان لما انا غلطت مره واثنين وثلاثه فمانويل جي بدا يجيب بديل واحد واثنين وثلاثه عشان في الاخر ما يشوفنيش خالص. وفي الاخر انا اللي خسرت ومشيت بره النادي الاهلي، وفي الاخر الامور كلها ما اتظبطتش معايا. فالنصيحه لامام، يعني انا عايز اديله نصيحه. انت في النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده لعيب في مركز، يعني في مركزك في واحد واثنين وثلاثه، وفي الاخر انت لعيب كويس جدا. انت الايام ديت انا شايف ان امام من ساعه ما بدا الموسم حاسس ان هو ملوش شويه، يعني في تصريحاته مثلا يلعب له ماتش واتنين يقول لك انا راجل مش، انا راجل مش افريقي، انا مش نيجيري، انا مش عارفه ايه، انا عايز اروح المنتخب، انا كذا. طول ما انت امام الموسم اللي فات الناس كلها كانت عايزه تعلق عليك، الناس كلها عايزه تتكلم عليك وحش، او الناس تقطع فيك حاجه من بتوع زمان اهي. انت فاهم؟ فالناس كلها عايزه تقطع فيك او عايزه تتكلم عنك وحش. طول ما انت كنت مركز وقافل سدد ودانك وعايز تعمل اداء كويس وبتلعب كويس وبتعمل ارقام كويسه، الناس كلها كانت بتقف جنبك وجمهور النادي الاهلي كله بيساندك. انت دلوقتي انا شايف ان هو لو فضل في التلويش اللي هو عامله كده واللي هو عدم التركيز
هيروح في نقطه تانية وحشه جدا، لان انت في الاخر انت في النادي الاهلي. انت واضح ان انت كنت مزعل كوزيه قوي راجل، حتى ما امشي من على الكرسي. لا 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 ما تضحكش، فاهم اللي هو انا مش عايز اي حد يجيب جول غيرك انت. يعني انا من اللي انا بستشفه يعني انا طبعا في حاجات كتيره الواحد مش جوه المطبخ. بص الراجل ده تحس ان الجول دخل فيه، مش الاهلي اللي جايب جول. جول اول وفي الشوط الثاني يعني في الجول متاخر المفروض يبقى ليه فرحه يعني ما طلعتش ايده من جيبه حتى يا راجل. انت كنت عامل فيه ايه؟ لا خلي بالك كل شويه اتخانق معايا يعني، مثلا بيجي مثلا هو كان بيحبني جدا وكان دايما يقول لي انت كده بيحبك؟ امال لو كان معاك عايز اقول لك حاجه، في اول ما رحت النادي الاهلي كان يقعد يقول لهم هو دوت الرايه بتاعتي، اتمنى كل اللعيبه تبقى زي حسن مصطفى، عايز كل اللعيبه تأدي اداؤه وتبقى مركزه كده. بعد كده قال لهم انسوا بقى كل الكلام اللي قلته قبل كده، انسوا بقى كده ويا ريت كلكم تبقوا زي حد تاني زي ابو تريكا. فهي بس انا عايز اقول لك على حاجه، هي المشكله الجيل ده كله اللي موجود اللي انا شايفه يعني ان عدم الاستمراريه. ايوه عدم الاستمراريه ان اللعيب يفضل سنه موسم واثنين وثلاثه يفضل يأدي اداء كويس. ايه اللي خلى دلوقتي ابو تريكا الناس كلها ابو تريكا قعد من ساعه ما جه النادي الاهلي لغايه ما مشي لغايه ما بطل هو على نفس المستوى. صح. في اوقات بيقل، في اوقات كذا. عايز اقول لك حاجه، مانو جوزيه كان في اوقات كتيره جدا ابو تريكا كان يقول له مثلا ماتشات كتيره يعني يجي ابو تريكا فيبقى مبسوط قوي ان هو هيقول له حاجه كويسه، يقول له زيرو ابو تريكا ابو تريكا زيرو. يجي في المحاضره يكلمه بعنف جامد جدا ومع بركات ونجوم كبيره يعني انت فاهم، ولاقي ابو تريكا راجل مركز وعايز يعمل اداء كويس وعايز يجي يفهم ويوصل للراجل اللي انا لا الماتش اللي بعده هادي اداء كويس. انت مش معنى ان انت ماتش واحد ان انت قعدت احتياطي او ان انت ما لعبتش والكلام ده ان انت تبقى منفعل قوي زياده عن اللزوم. انت في الاخر انت جوه منظومه، انت في الاخر انت عارف ان انت جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي اي لعيب هيأدي اداء كويس هتلاقيه بيلعب، اي واحد هيعمل مشكله هيتعاقب. فانت لازم تبقى تغير فكرك، لازم تبقى عارف التلويش اللي انت فيه الفتره اللي فاتت دي لازم تغير من نفسك الفتره اللي جايه. بس خليه فرقك ايه في الموضوع بتاع امام؟ هو الموضوع ليه كذا يعني كذا حاجه يعني. خلينا نبدا من كلمه كابتن حسن مصطفى اللي هو يبطل تلويش. انا شايف ان امام يبطل تمثيل يعني. هو الموضوع بقى في جزء كبير جدا من التمثيل وشاغل باله باللي كتير اللي بيحصل جوه الملعب. اي لاعب في الدنيا بيشغل باله بالاجواء اللي بره الملعب بيأثر على اداؤه جوه الملعب، خاصه لو اللاعب ما عندوش الوعي ولا الثقافه اللي بتخليه يعرف يتعامل مع الضغوط خارج الملعب ويقلبها لمحفزات داخل الملعب. بنشوف امثله من اللاعبين يقدر يخلق لو عليه ضغوط بره الملعب بيخلقها مثلا لتحديات او حاجه زي كده، بتبقى ساعات صلابه شخصيه زي مثلا كابتن حسام حسن كانت مهما الضغوط بيزيد عليه بيقلبها مثلا لغل وتحدي. دي الصلابه الشخصيه النفسيه، هو ده شخص كده. وفي ناس تانية عندها من الوعي والثقافه ان هو يقدر يفصل تماما بين كل الدوشه اللي عليه بره ويقدر ينزل الملعب مركز وفي حاله، زي مثلا شفنا عبد الله السعيد. في لعيبه تانية كمستوى ثقافي ومستوى فكري ما عندوش الحته دي، عنده هشاشه. فبنصح دايما اللعيبه دي ما تشتغلش بالك انت وما تبقاش انت وقود لاشعال الحاجات دي، عشان هي هتولع فيك انت الاول. يعني انت هتحاول تشعل النار ان انت تبقى المشطشط والحراق، غالبا انت مش هتتحمل الضغوط دي. وشفنا امام في لقائي الزمالك في السوبر سواء السوبر الكبير او السوبر الصغير كان من يعني كان دون المستوى في الماتشين. ما هو كان في الماتش الكبير المهم وفي الماتش الاقل اهميه يعني. في اخر بطوله مفيش حاجه اسمها اقل اهميه. لا بس في بطوله اهم. المهمين ده السوبر افريقي وده السوبر مصر. لا في بطوله اهم وفي بطوله اقل اهميه، دي حاجه معروفه برضه. هي طول ما هي للزمالك يبقى فيها اهم. ففي الماتشين كان بعيد جدا بسبب انه ما استحملش برضه الضغوط الجماهيريه اللي عليه. فانا بشوف ان الشخصيات اللي زي دي ما تشعلش النار دايما فيه ويقعد ينكش في الجماهير لانها غالبا بترد عليه. فحتى لما الموضوع حصل بتاع الموقف واللي حصل ده شأن داخلي الاهلي يقدر يحله، محبة حتى يحاول يعتذر ما زال برضو بيمارس التمثيل اللي هو ايه، انا حد حتة كده في البيان عشان انكش جماهير المنافس للاهلي اللي هو جماهير نادي الزمالك علشان ينال جزء من رضا جماهير الاهلي. انا عايز اقول ان الجماهير في النهاية بتنسى دايما في النهاية كل ما هو خارج الملعب اول ما الحكم يصفر. يعني انت في اوقات انت بتقعد تاخد على السوشيال ميديا ابراهيم اللعيب ده خبط تصريح جامد هوب طخ مش عارف، الجمهور يفضل فيها يومين ثلاث، لكن اول ما الحكم يصفر الجمهور في النهايه بيرجع بيبص غير على الملعب، وده اللي بيكمل شويتين ثلاثه مع اللاعب، اداؤه في الملعب، اهدافه، ارقامه. لو انت
سيء في الملعب مهما عملت وتنططت وعملت أرجوز بره الملعب مش هيعمل لك حاجة للملعب. الملعب قد بره الملعب 10 مرات. صحيح بيضحك، صحيح على يعني ساعات صغار مشجعين، الناس عمرها صغير او عقلها صغير، الحركات اللي بره دي بتأثر فيها. لكن لما تبص لذاكرة الجمعية بقى للعيب لما بيبطل ولا لما بيقعد 5-6 سنين والناس بتفتكر، الناس ما بتفتكرش غير الناس اللي عندهم شغل وارقام وانجازات جوه الملعب وتاريخ وماتشات قوية، هو ده اللي بيظل في الذاكرة مهما كان تنطيطك بره الملعب. فأي لعيب في الدنيا إمام بقى أو غيره، لو أنت مش قد الضغوط خليك يعني كيوت كده ومركز في الكورة وما تسمعش صوتك بره عشان تعرف تركز في الملعب. إنما هتفضل تعمل حاجات بره الملعب، هتفضل حاطط نفسك في ضغوط، والتجارب أثبتت إن أنت بتبقاش قدها وما بتقدرش تستحملها وبيعود عليك سلبا في الملعب، فده بيأثر على أي حاجة تانية أنت بتعملها في حياتك. عادي. بص أنا في تعليق وفي نصيحة يعني. طيب هو امام محتاج يركز في الملعب ما يركزش في اللقطه. امام السنه اللي فاتت الراجل لما كان بيلعب كان بيأدي، مش بنفس القوه والحميه كجاري كتير في الملعب وتخبيط زي ما كان في الزمالك، ولكن كارقام وتاثير مع الاهلي كان مكسر الدنيا، والراجل في اول موسم ليه حقق افريقيا والدوري وكل حاجه. الموسم الثاني انت عشان تكمل في الاهلي وعشان تبقى لاعب مؤثر لازم يكون عندك استمراريه وتخلق لنفسك دوافع. يعني ايه؟ انا دلوقتي اخذت كل حاجه الموسم الاول، الموسم الثاني لازم اجدد لنفسي الدوافع. الراجل بدا السنه دي 8-9 ماتشات، ماتش العين بس. ماتش العين هو الماتش الوحيد اللي امام، والشوط الثاني بالذات هو اللي امام حسنا بيه في الملعب وكان مؤثر وبيروح وبيجي. باقي الماتشات كلها، ماتشين السوبر قدام الزمالك، ماتش سيراميكا، ماتش سيراميكا في الدوري، ماتش زي ماتش الاتحاد، كلها ماتشات دون المستوى. فانا بقى مش عارف ادي في الملعب فاتجه للقطه بره الملعب، دي حاجه مش كويسه. اعتذارك النهارده انا كجمهور عشان اتقبل اعتذارك، وريني تركيزك في الملعب، وريني ادائك في الملعب. حتى وانت بتعتذر برضو بتاخد اللقطه. من كام يوم امام كان طالع بيتكلم وقال ان انا ما كانش عندي اي مشكله مع الزمالك، وانا رحت الزمالك بس هم قالوا لي احنا معناش فلوس نخلصك، فجالي عرض في الاهلي فروحت. فاذا انت ما عندكش اي مشكله مع جمهور الزمالك ولا اداره الزمالك، طب انت ليه بتكيد في الزمالك؟ ما تركز مع الاهلي. انت دلوقتي الجمهور هيشيلك فوق راسه لما انت تجيب بطولات وتحقق ارقام وتركز في الملعب. لكن انت لعبت اول موسم مع الاهلي وكنت مركز في الملعب، جيت تاني موسم مركز بره الملعب وعمال تروح تغني مع الجمهور وعايز تاخد لقطه وعايز تعمل مش عارف ايه، حتى وانت بتعتذر برضه بتاخد اللقطه وبترمي على حد تاني. فعشان امام يكمل جوه الاهلي وعشان ينجح جوه الاهلي لازم تركز في الملعب وتعتذر بادائك جوه الملعب. انا مش عايز قصه ان انت ايه تنزل تبقى فاكر نفسك معلم. طب معلش انا عندي سؤال، هو امام ال8 ماتشات اللي فاتوا دول مش كان بيلعب اساسي؟ حلو، ده اول ماتش يقعدوا على الدكه. يا سيدي اعتبر الراجل كان بيريحك، ايه المشكله؟ ما في جنبك السوليه كان قاعد ما اتكلمش، ما قفش الراجل بقاله سنه من ساعه ما انت جيت. الشناوي كابتن الفرقه نفسه قعد قبل كده احتياط عادي ما اتكلمش. قفش الراجل اللي هو قعد اوقات كتير منها السنه دي على الدكه، وكان امام ما كانش مؤثر ما عملش مشكله. كهربا لما عمل المشكله قبل كده الراجل ما كانش بيلعب، فاذا كان بيعمل مشاكل برضه. لا في فرق ان انا اكون متضايق وزعلان تمام، وفي فرق ان انا عشان اتغرم 1,000,000 جنيه يبقى انا عملت كارثه، عشان برضه نكون ايه حقانيين. كهربا لما عمل مشكله في ماتش السوبر الراجل ما كانش بيلعب، فانا اتفهم طبعا ده مش عذر، ولكن اتفهم وعمل ليه كده. لكن انت ده اول ماتش تقعده دكه، انت بقالك قبليها 7 ماتشات ما عدا ماتش العين ما بتاديش حاجه في الملعب، وبالتالي سيدي اعتبر الراجل كان بيريحك. ايه الفكره ان انا بعد الماتش اتضايق؟ هو انت مثلا قعدت ماتشين ثلاثه بره؟ ايوه. في لعيبه ثانيه قاعده على الدكه وبتنزل وبتلعب وبتادي ومركزه، فانت مش نجم الفرقه، انت مش صاحب الفرقه، انت بشغلك وبتركيزك في الملعب هتلعب، لو انت وحش عادي تقعد دكه. في عندنا قفشه موجود، في عمر الساعي، في عمر السوليه، الراجل عطاء على مدار سنين كتيره جدا، في منافسه في المركز ده، المركز ده مش مكتوب باسم امام ولا اي حد، اللي بيلعب وبيركز بيشتغل وموجود في الملعب، انت اداك مش كويس عادي جدا هتقعد على الدكه. فالنصيحه اعتذارك اللي انت نزلته النهارده اللي فيه برضه لقطه، لا ترجمه في الملعب باداء وتركيز، ووري الناس ان انت لسه عايز تحقق حاجه مع الاهلي، ما كانش موسم واحد وخلاص بس كده. طيب كابتن حسن، هل بتشوف في بعض الناس بتقول انه اعلان العقوبات ده مش حاجه جيده ومش حاجه كويسه، وفي ناس بتقول لا بالعكس خلوا الجمهور يفهم ويعرف ان اللعيبه زي ما ليها حقوق وبتاخد الإشادة والثناء عليها برضو واجبات ولازم تتقبل الانتقادات لما يعملوا حاجة غلط، انت معاني مدرسة فيهم؟ لا انت تبين العقوبات وكده، بس هي برضو في نقطة كده ان انت ايه
بتبين للناس ان انت او بتوضح للناس ان كل لعيب لازم ياخد باله من اكل عيشه او من حياته، او لان انت في الاخر لما يتخصم لك مليون جنيه اي حد اي شاب او اي واحد في الدنيا بيبقى بيتمنى عايز يبقى معاه مثلا 100,000 يبدا بيها حياته او اي مبلغ يعني، انت فاهم؟ فانت لازم اللعيبه كلها تركز، انت في الاخر ليك، انت مش عارف دلوقتي انت هتبطل امتى، انت سنه 2-3 يوم 2-3 انت مش عارف انت ممكن يجيلك اصابه ايه، يحصل لك ايه. مؤمن زكريا جات له اصابه او جات له حاجه دلوقتي بعد الامور كلها بقت صعبه، اي حد بيجي له اصابه. احنا كجيل برضو لما جينا بطلنا كان الامور بسعر ودلوقتي بقت الدنيا فيها سعر. فالواحد النصيحه لاي لعيب صدقني موت نفسك واجتهد واعمل نفسك طريق كويس ان انت تبقى عندك مسير عشان لما تبطل تعرف النادي يقف جنبك، النادي يساعدك بحاجه، انت يكون عندك. انا دايما المقوله اللي كان مانو جوزيه بتعجبني فيه كان بيقولها، انت في الاخر لما تيجي تبطل تبص على البطولات بتاعتك ورصيدك في البنك ايه. فانت لما يكون رصيدك في البنك كويس هتقدر تعيش كويس، هتقدر تصرف على عيالك كويس، هتقدر تعمل كل اللي انت عايزه. فانت لازم تركز في حياتك وشغلك، لان انا بتضايق جدا من لعيبه كتير جدا جدا بتستهتر بالامور دي. فالنصيحه انا اهو راجل بطلت بقول لك ركز في حياتك، ركز في اكل عيشك، خلي بالك من دنيتك. الامور ديت لما هتيجي تبطل هتحس بفارق كبير جدا وانت لعيب غير وانت راجل بره المجال. جوزيه لو موجود في الموقف ده كان هيتصرف ازاي؟ لا ده راجل جزار يعني، فرم زمانه دلوقتي في الناشئين بيتمرن بجد والله العظيم. ايوه انا نزلت مرتين ناشئين يا نهار ابيض. لا مع بس هو كان يعني اول مره كان معايا كويس ما خسرنيش. اقول لك كنت اول قعدنا كده القعده، فبيقول لي انت مش هتلقى بعد ما عملت ثلاثه من الملعب، فبيقول لي كابتن ثابت الله يرحمه يعني طلعت متضايق يعني. طلعت سبت لهم الملعب ومشيت اساسا. ملتزم برضه ملتزم مش لعيب ما بيحبش يعني. فطلعت فقعدنا في المكتب، فكابتن ثابت بيقول لي الله يرحمه، فقال لي انت كذا. قلت له انا مش جاي اقعد احتياطي، انا جاي النادي الاهلي العب، لو انتوا مش عاجبكم انا همشي. يا نهار اسود. كابتن ثابت بص لي قال لي اطلع بره يا واحد. بجد والله قال لي اطلع بره يلا. فرحت قلت له ماشي، رحت طلعت. فراح نادي لي مانور زي قال لي كان عايزين يخصموا منك في كذا وكذا وكذا، بس انا هنزلك ناشئين. وكانش فيه يعني نزوله كده، قال لي عشان انت اتكلمت باسلوب عشان فانت هتنزل مع الناشئين اسبوعين. قلت له ماشي. رحت نزلت مع وشلك الخصم. تاني مره راح خلى بقى خصم وناشئين. مره ما جابش نتيجه بقى خلاص رايت. وديك تتصرف في البيت. مانوش زي جزار. لا في الحاجات دي كمان. هو النقطة اللي أنا عايز أقول لك إن أنت النادي الأهلي عنده ميزة بيبقى فيه واحد واثنين وثلاثة بنفس المستوى. أيوه. لو أنت يعني أنا دايما بقول إيه؟ إن هما بيفكروا في الموضوع ده عشان لو واحد دماغه شتت التاني يلعب، لو التاني اتشدد التالت يلعب. فهي دي غير أماكن تانية ممكن تكون أساسا هو ده اللعيب فبيعمل اللي هو عايزه وبيتدلع اللي هو عايزه وبيعمل اللي هو عايزه، ففي الآخر يقولوا له طب تعالى العب، يبقى مجبرين إن هما يلعبوه. فلا في النادي الأهلي أنا بقول له صدقني هتندم والله، هتزعل على نفسك بعد كده، بعد ما تيجي بعد ما تبطل تقول يا ريتني ما كنت عملت كذا، يا ريتني ما عملتش مشاكل مع المدرب، يا ريتني ما عملتش مشاكل مع مدير الكوره. في الاخر انت اللي خسران. انا في الاخر لما اخصم لك مليون جنيه انا اللي هستفاد في الاخر، اخش خزينه النادي الاهلي. فهي دي النقطه، ركز في حياتك، ركز في مستقبلك، ركز في النقطه اللي انت عايز توصل لها وحلمك اللي انت عايز توصل له. خليفه شايف ازاي فكره الزج باسم محمد الشناوي ومحاوله تشيله الليله؟ ما اعتقدش ان حد يقبل. من انا مش هتكلم طبعا بلسان جمهور الاهلي، لكن كمتابع للكره المصريه اعتقد ان الشناوي فعلا يعني في ناس بتقول دايما الشناوي في حته ثانيه بتتكلم على المستوى الفني، يعني يمكن ما بشوفهاش قوي، لكن في الحته الثانيه فعلا على المستوى الاخلاقي والانضباطي كابتن محمد الشناوي فعلا في حته ثانيه. في الحته دي نموذج فعلا لكابتن الفريق، انا بشوف دايما شخص منضبط جدا في كل كلمه بتطلع منه في كل تصرفاته. ففكره ان هو كابتن قائد فعلا للاعبين وكذا وكذا ان يتحط فيه جمله واحده ان هو سبب الليله، ما اعتقدش ابدا ان دي مقبوله. انا زي ما قلت كده الراجل ليه قيمه في عيون كل المتابعين للكره المصريه على المستوى الاخلاقي والمستوى الانضباطي في كل حاجه احنا تابعناها في مسيره طويله، عارفين كويس ان الراجل ده دايما كلامه منضبط وتصرفاته منضبطه. فبالتاكيد لما نسمع ان في كلاش بينه وبين امام عاشور من غير ما نحضر التفاصيل عارف، هتبقى عارف يعني مين الغلطان. يعني في ناس في الكره المصريه كابتن محمد عبد الشافي سي كذا، اما بتخش في كلاش انت تبقى عارف ان الشخص ده
اكيد مش هو اللي بادئ او مش هو اللي عامل المشكله، واكيد بيتصرف من مبدا المسؤوليه اللي هو فيها. فانا كواحد متابع للكره المصريه انا ما عنديش التفاصيل برضو اللي حصل، لكن لما تسمع اسم محمد الشناوي وامام عاشور فبالتاكيد اوتوماتيك كده هتبقى عارف ان غالبا كابتن محمد الشناوي كان بيتصرف بحسب دوره المرسوم ليه ككابتن للنادي الاهلي على حسب اللي احنا عرفناه قبل كده من موقف كابتن محمد الشناوي. مش قاطع حد وهو بيتكلم بس انا ليه خلص وجهه نظرك كامله، بس انا بشوف الشناوي في حته ثانيه على المستوى الفني طبعا عن اي حد ثاني، بسبب لانه سبب بسيط جدا. انا بقى هقول لك قناعتي او انا ببني رايي ده على اساس ايه. لما واحد يكون جون منتخب مصر الاساسي وجون النادي الاهلي من 2018 ل 2024 لمده 6 سنين بيخطئ ومستواه بينزل زيه زي اي حارس في العالم مش بس في مصر، لكن ان واحد يفضل حارس مرمى مصر الاساسي والنادي الاهلي لمده 6 سنين مشارك في كل البطولات والانجازات اللي بيحققها الاهلي، فبالتاكيد هو في حته ثانيه عن اي حارس موجود في مصر. مفيش حتى حارس ثاني قدر يبقى بيدي استمراريه في تقديم اداء جيد لكل هذه السنين زي محمد الشناوي. انا بتكلم بالظبط بنفس القياس لما تيجي مثلا بتقارن مثلا زيزو كعارف كتقييم عام هو واي لعيب تاني، دايما زيزو هيبقى عنده الافضليه في فكره الاستمراريه لمدار سنين طويله زيزو بيقدم فيها اداء جيد. مستوى ينزل ومستوى لعيب تاني يطلع. بس وجهه نظري ايه؟ انا بتكلم على يعني انا مش بتكلم على الفتره اللي هي دي، انا بتكلم على تقييم الحراس بشكل عام. يعني بشوف الشناوي من الحراس يعني جيد جدا، لكن لو في تاريخ مصر يعني انا مش بشوف انا مش بتكلم في انا مصر. انا فاهم والله انا بس انا بشرح الحته دي في الفتره اللي هو لا احنا بنتكلم على ان الشناوي في حته تانية في الحقبه اللي هو بيلعب فيها. لا هو فارق عن اي حارس مرمى تاني موجود في مصر مع كل احترام لكل الاسماء كل اللي زي ممكن يبقى الشناوي. يبقى ده ممكن بسبب ان مفيش حراس قوي ظاهرين في مصر بشكل كبير يعني ينسب اليه ان هو يعني متعلق على اي حد. انا بس يعني انا عشان اوضح وجهه نظري يعني انا عارف جدا ان حارس مرمى محمد الشناوي ممكن مستواه يرتقي فوق الجيد جدا كمان، لكن انا بتكلم بس يعني دايما اللفظ بتاع حته ثانيه ده انا ممكن اطلقه مثلا على عصام الحضري كابتن اكرامي اللي هو ايه حارس مميز وتاريخ. اما تفتكر مثلا الحراس المميزين في الكره المصريه على مدار التاريخ اكيد الشناوي واحد منهم، بس كلمه حته ثانيه بشوفها الحارس البعيد قوي عن المستوى. فلو حديها لحد يعني انا في لساني كده لو هيطلق على حد هيبقى عصام الحضري مثلا، انا ده القصد بالحته الفنيه. انما اكيد اكيد في الفتره اللي هو موجود فيها ويستحق المكان اللي هو فيها كحارس اساسي للنادي الاهلي وكحارس منتخب مصر، انا قصدي بس الحته الثانيه دايما اللي هو لاعب موجود في ليفل ثاني. انا شفتها في مستوى حراسه المرمى في مصر دي كانت موجوده في عصام الحضري اللي هو ليفل مختلف عن كل الحراس اللي موجودين، يعني ما تحسش ان هو شبه الحراس التانيين، مش مميز منهم في نقطه ولا اتنين، لا مميز منهم في كل حاجه. فده قصدي بالحته الثانيه عموما. انما لو تقول لي مين الحارس الافضل هقول لك محمد الشناوي، انما الحته الثانيه بس بقولها مثلا ايه اللعيب اللي في حته ثانيه اللي هو اللاعب المختلف تماما عن كل عن كل اللي موجودين. ما انت مثلا ممكن تقول ممكن تقول مثلا الحضري عشان ما كانش في حد يعني ما هو لا الحضري الحضري على المستوى العام، لان الحضري لما بقارنه بقارنه حتى بالحراس اللي كانوا موجودين في افريقيا. انا ده القصد بس انا يعني انا عشان بس اجمل وجهه نظري الشناوي هو الحارس الافضل حاليا وفي الفتره اللي لعب فيها هو الحارس الافضل فعلا في الفتره اللي هو كان موجود فيها اللي انت قلتها من 2018 ل 2024. في حته ثانيه في الفتره دي مع الحته الثانيه دي انا قصدي ايه في الحته الثانيه الحته الثانيه اللي هو لاعب تاريخ مصر يعني. يعني لا لاعب بيقدم مستوى مختلف تماما عن اللي موجودين، يعني اللي هو مش بس رقم واحد في مكانه، لا حته ثانيه دي مثلا سي مثلا اما بقول ايه ميسي في حته ثانيه اللي هو ايه لعيبه الكوره يعني مثلا ممكن اقول لك فلان في انجلترا افضل لاعب، بس ما اقولش حته ثانيه، حته ثانيه دي مثلا اللاعب اللي هو في مستوى ثاني خالص عن بقيه اللعيبه يعني. ما احنا خلينا بس نحدد الفتره اللي احنا بنقول فيها التغيير يعني في الفتره اللي هو موجود فيها هو في حته ثانيه عن اي لعيب ثاني. لا انا ممكن اقول ان هو كان الحارس رقم واحد والافضل، لكن الحته الثانيه دايما تطلق على اللاعب اللي هو مستواه مختلف تماما عن باقي اللعيبه، يعني اللي هو حاجه يعني مثلا واحد 10 و مستوى مختلف تماما فعلا يا خليفه يعني في الفتره اللي هو بيلعب فيها في الحقبه بتاعته وهو مستواه مختلف تماما عن اي حد تاني جنبه. في فرق بين افضل وبين انا برضه هقولها لك يعني ايه مثلا حاليا في انجلترا مثلا سالتك مين اللاعب الافضل هتقول لي فلان، بس حته تانية دي تطلق مثلا لما اتكلم على ميسي في اسبانيا ما اتكلم على لاعب مختلف قريبه من بعض. ايوه ده القصد خليفه احنا بنتكلم ميسي وكريستيانو ومارادونا اللعيبه دي دول مش ما دي بقى الحته الثانيه ده انا قصدي كده دول لا ما لا دول يعني دول حاجه دول خارج التقييم يعني محمد صلاح الحاجات اللي هي الحاجات الاعجازيه دي دول في حتت ما هي ايوه دي الحتت الثانيه. اما لعيب ثاني بقى بيبقى اسمه رقم واحد في مركزه
انا قصدي دايما الحتت الثانيه، مثلا الفلاتات اللي بتيجي في الكوره، مثلا احمد الكاس، ابو تريكه، حازم امام، دي الحتت الثانيه اللي هي لعيبه بتقدم حاجه مختلفه عن اللعيبه اللي انت بتتفرج عليها. انما رقم واحد في مركزه مثلا عادي، رقم واحد في مركزه. انا بس يعني في الاخر انا عايز زيزو في حته ثانيه طيب ولا كويس في مركزه؟ لا هو رقم واحد في مركزه، الحتت التانية دي اللعيبه اللي هي يعني القاعده بتاعتك في اللي هو بيقدم حاجه مش تقليديه ومش بس كده يعني لاعب اما تيجي تتكلم مثلا تقعد تتفرج عليه. ايوه فاهم قصدك. عادي انا موضوع الشناوي ده من الحاجات اللي شايفها بتسرح في السوشيال ميديا، وكون والشناوي عشان هو ملتزم بتقاليد الاهلي ومبادئ الاهلي بان هو ما بيتكلمش وما بيردش وما عندوش بقى الجو بتاع السوشيال ميديا، وحد يقعد يكتب على لسانه ويكتب من جنبه اصل مصدر مقرب ومصدر منخفض ومصدر مرتفع والحاجات دي. ففي حاجات عماله تتأول ان اصل الشناوي هو اللي زود، اصل الشناوي هو اللي كبر. فانا حتى كنت لسه بقول في الانترو، طب الشناوي اشمعنى بيعمل مشاكل مع اثنين ثلاث لعيبه بالاسم؟ على يعني ما شفناش الشناوي موجود من 2018 لغايه النهارده اهو، كابتن الاهلي وواحد من اهم نجوم الاهلي، ما شفتوش عمل مشكله مع اي لعيب من اللي جم ومشي وراح وجم وموجودين دلوقتي وفي حمل يعني موجوده في الاهلي غير اسمين ثلاثه. فانت ايه رايك في القصه دي؟ طيب هو اسم الشناوي ارتبط بمين؟ بقصه كهربا وقصه امام اللي هم اكبر خروجين عن النص حصلوا خلال اخر اربع خمس سنين بغرامه مليون جنيه مرتين على كهربا ومره على امام، تمام؟ فاذا ما دام الشناوي اتدخل يبقى اكيد حصل حاجه كبيره. طيب هل في حد تاني ممكن يقول لك والله طب انا شفت حاجه زي كده، طب ممكن انا عشان ما اكبرش الموضوع ما تدخلش واسيب مدير الكره يتصرف؟ ده رايي ليه واجهته. يعني مثلا نفترض ان امام كان بعد الماتش كان متضايق وكان بيزعق في اوضه اللبس، نفترض، ومثلا كان موجود كابتن محمد رمضان كان موجود في اوضه اللبس وشاف المشهد، ومثلا نفترض ان في لعيب حاول يهدي، مش الشناوي، حاول يهدي امام فامام ما استجابش، انا بقول نفترض، هل ممكن الشناوي ما يتدخلش وما دام في حد سواء مدير الفني موجود او مدير الكره موجودين في اوضه اللبس خلاص هو هياخد القرار عشان الموضوع ما يكبرش؟ لان ممكن لو الشناوي مثلا دخل للعيب ساعه عصبيه الموضوع يزيد، ده رايي ليه واجهته. لكن ما دام الشناوي يعني دخل في القصتين دول يبقى اكيد حصل حاجه كبيره. وزي ما انت قلت الشناوي واحد من كباتن الفرقه، واحد من اكتر اللعيبه المخلصه، واللعيبه زي ما انت قلت اللي ضحت بفلوس كتيره جات له من بره عشان خاطر النادي، فالراجل بيتدخل لما تحصل حاجه كبيره، فطبيعي ان هو يتدخل. لكن ممكن ما يتدخلش ويسيب القصه تهدى، ممكن، لكن كل واحد وجهه نظر بس في القصه دي. يعني قبل ما نطلع لفاصل عايز نفهم الناس من واحد كان موجود جوه اوضه لبس النادي الاهلي يعني ايه كابتن الاهلي، يعني ايه دوره، يعني ايه واجباته، يعني ايه مساحه الافضليه الاداريه اللي موجوده ليه على اللعيبه. بص دور طبعا كابتن الفرقه بيبقى كأنه واحد من الجهاز، يعني بيبقى ليه اي حد مثلا يعمل مشكله يروح يتكلم معاه. بس في وقت اللي انا بس بعتب على الشناوي فيه، ان انت شناوي في شخصيات كده انت عارف ان هي بتبقى في اوقات كتير قوي بتعلى معاها، بتروح في حته تانية وممكن تغضب، فلازم انت يكون عندك الحكمه في ان انت تلم الامور قوي، وان انت تعرف امتى تكلمه وامتى تهدي الامور. لان انت لو دخلت في صدام، يعني هو دخل دلوقتي في صدام مع امام، وده امام غلطان، يعني كده كده انت ليك احترامك ككابتن فرقه. بس انا بقول لك لان انا حاسس بالموقف اللي امام عمله، وانا عملت زيه. انا مره شادي جه يهديني ومش عارف ايه، فاتضايقت عليه وتنرفزت عليه وقعدت الوش معاه تلوش جامد، يعني انت فاهم، فقلت له انت لعيب زي زيك ومش عارفه ايه، وقعدت الوش بالكلام يعني انت فاهمني. ففي الاخر مدير الكوره هو دايما اللي بيبقى في النقطه ديت، لان في الاخر هو اللي بيحسم الامور، هو اللي دايما يقف، هو اللي بيخلي اللعيبه كلها تخضع لاي حاجه، اي مشكله لازم ترجع لمدير الكوره. بس كابتن فرقه لا، معمه كبير جدا، بيبقى زيه بالظبط بالظبط، اكن واحد في الجهاز. الجهاز انا بقول لك لما كان بيجي يجتمع الجهاز مع بعضه، شادي كان بيروح يقعد معاهم يقولوا له في واحد اتنين تلاته، احنا عايزين نهدي الامور من كذا، عايزينك تكلم كذا، عايزينك تعمل كذا. فدي كانت نقطه دور اي كابتن فرقه. بس انا بقول للشناوي طبعا انت عارف لعيبتك اكتر مني، انت عارف اوضه اللبس عامله ازاي، عارف امتى تتكلم مع لعيب. انت نفسك كنت بتحمي امام الفتره اللي فاتت لما كان بيروح عايز يهيص مع الجمهور او كذا عشان ما يلفظش بكلام، عشان ما يتوقفش زي الكهرباء وكده. فانت عارف نوعيه اللعيبه اللي معاك، ممكن كنت تعدي الامور او تهدي الامور وتخلي في الفتره دي مدير الكوره هو اللي هو ينصدم، هو اللي يخش في الحوار دوت، وتبعد عن المشكله ديت لغايه ما تهدي الامور وتاني يوم تبدا تتكلم معاه. فدي من وجهه نظري يعني، لان انا بقول لك انا مريت بالامور
اي لعيب في الدوري المصري هتيجي تسالني انا مريت بيها، مريت وانا بلعب. اي مشكله اعتقد انك كابتن حصل ترجع لي. فانا والله المشكله دي حصلت لي وانا وانا بلعب ما كانش بيهمني يعني. قال انا هلعب تيجي مش ما جوزيه يهدى غير اي حاجه عشان كابتن انت ما كملتش في الاهلي. واي لعيب ما بس انت اكيد بعد ما بطلت النهارده بتقول لسه وقت بعد ما بطلت ما انا بعد ما بطلت انا مش بندم انا يعني مراتي كل شويه تقول لي فاكر لما كنت بنصحك يا حسن فاكر لما كنت بقول لك كذا فاكر فاقول لها خلاص بقى انت هتقعدي تفكر خلاص بقى مش ناقص خليش عامل مواجع بقى. فهي دي النقطه، انت لو مثلا امام فضل في نفس الامور دي كلها جمهور نادي الاهلي هينسى لك كل حاجه. جمهور نادي الاهلي دايما عايز اللي قدامه، عايز في احسن صوره، عايزك في احسن حاجه، عايزك على طول تبقى نمره واحد عندهم في كل ماتش. عارف لو انت الماتش دوت لعبت اديت اداء وحش هينسولك اللي انت عملته السنه اللي فاتت وهينسوا كل حاجه. بس دي جماهير العالم كله كابتن حسن. ده رونالدو ليه تصريح قبل كده قال لك ان الجماهير عامله زي النساء، ما احترمنا لكل الستات يعني، بس دايما عايز الراجل في افضل حاله وافضل حاجه، ما بيلهاش دعوه بالهيستوري. فجماهير الانديه كلها بتبقى دايما المستوى الحالي والاخير هي دي الصوره الاخيره للاعب في عينيهم يعني. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، خليكم معانا. خليفه، ايه رايك في قصه احمد فتوح وتويتة الاستاذ ممدوح عباس؟ شايف خلينا برضو شقين، غياب احمد فتوح عن تدريب اليوم الاربعاء قبل لقاء الزمالك والمصري اللي جالنا شويه ان هو بلغ ان هو تعبان وما جاش. الحالات اللي زي دي بتحتاج اجراء اكتر من كده شويه. اللعيب يعني نزله برد دي تروح النادي ويكشفوا عليك وبعدين يدوك اذن بالغياب، مش تبلغ بس ان انت تعبان وما تجيش. لكن تدخل الاستاذ ممدوح عباس في رايي انا تدخل خاطئ جدا. فكره ان انت شخص غير مسؤول في نادي الزمالك رسميا، داعم محب بتدفع بتساعد في امور جوه نادي الزمالك، ده ما يديكش الحق ان انت تنقل اخبار ما تخص الفريق الاول ولاعب في الفريق الاول للسوشيال ميديا وبتحط اللاعب هنا تحت بند الهجوم. ويفضل بقى سؤال، هل في لاعب تاني اللي بلغك ان فتوح هو اللي عمل كده فالفريق يتقسم؟ فانا رايي انا التدخل بتاع الاستاذ ممدوح عباس كان خاطئ تماما، وهو لو ليه وهو متاكد وعنده معلومات ان فتوح كذا، هو ليه صله قويه جدا بإدارة نادي الزمالك كان ممكن يتحدث معهم داخليا عشان ما يبقاش الامر للجمهور. لكن نرجع تاني للنقطه الاصليه، ان فتوح ما يروحش التمرين ويقول انا تعبان مش كافيه قوي. يعني فكره ان انت تعبان فما تجيش التمرين دي بتحتاج اكتر من كده، بتحتاج من قبلها من بالليل لو انت حاسس ان انت تعبان ومش هتقدر بتبلغ طبيب النادي، فطبيب النادي يكشف عليك فيديك اجازه، مش تصحى الصبح تقول انا تعبان. فالاجراء نفسه مش احسن افضل شيء من فتوح، لكن خروج النقل بقى الموضوع ان انت تنقله بقى للوسائل الاعلام عموما من قبل شخص غير محسوب فعلا على النادي لكن محسوب ان هو قريب من مجلس الاداره والحاجات اللي زي دي بيخلق بيزود المشاكل وبيخلق نوع ما من انواع البلبله داخل الفريق اللي هي اكيد مرفوضه يعني. كابتن حسن رايك ايه بقى في رد امام على السوشيال ميديا؟ لا دي حاجه يعني انا مش عجباني يعني، حتى انا عايزك تقول انا اسف وانا حصل لي مشاكل، انا عملت مشكله كذا، انا بتاسف لجمهور النادي الاهلي، بتاسف للعيبه بتاعتي، جمهور الزمالك لامام يعني على الزمالك. لا انا قلت انت قلت انا اسف، انا قصدي بتكلم على فتوح، على رد فتوح على السوشيال ميديا. لا انا عايز بس انا عايز اقول لفتوح يعني صدقني فتوح نادي الزمالك انا كذا مره لما كان معايا في سموحه قلت له طول ما انت بتأدي اداء كويس وبتركز في شغلك وحياتك انت لعيب كويس قوي، عندك امكانيات كبيره قوي، ممكن توصل لنقطه كبيره وتحترف والكلام ده. بس هو مفروض يعرف اللي هو في نادي الزمالك لازم يعني عارف انت ايه، كل يوم يصحى يصلي ركعتين ان هو شكر لنادي الزمالك ان نادي الزمالك وقف جنبه في مشكلته، وقف جنبه في حياته، خاصه ان فتوح وقف عنده مشاكل طالع من من يعني من ابتلاء ومحنه بالظبط، يعني يصلي ويشكر ربنا ويحمد فضله إن هو في الاخر وبالليل وبعد الظهر ان هو خرج منها بالشكل ده وكان بعد ربنا نادي الزمالك. لو فتوح مش في نادي الزمالك كانت الامور هتبقى صعبه قوي عليه. انت بفتوح نادي الزمالك بيعمل معاك حاجات كتير كويسه، وانت
وقفت كان جالك عروض وان انت مثلا كنت ممكن تروح الاهلي او تروح كذا والكلام ده، بس انت اخترت نادي الزمالك وهم كمان شالوا لك الحته دي واقفين جنبك في كل حاجه، واقفين في ضهرك في كل حاجه. انت الراجل بعد ما طلعت كنت بقالك فتره طويله جدا ما بتتمرنش، رجعت كان عايزين يسفروك معاهم الماتش اللي هو بتاع افريقيا السوبر افريقي، عايزين يبقى موجود عشان ما يحسسكش ان انت بعيد. فانت مش معنى اول نقطة ان انت ممكن ما كنتش هتلعب اساسي او ان انت بتبقاش موجود او كذا تقول ان انا عيان ولا الكلام ده. يا جماعة انا بقول النصيحة للعيبة، صدقوني انتوا هتندموا حاجات كتيرة جدا. انتوا لازم تعرفوا ان انتوا في نعمة كبيرة جدا، انت بوالفتوح وامام وناس كتيرة جدا، لازم تبقى عارفين قيمة النادي اللي انتوا بتلعب فيه. انت بتلعب في نادي الزمالك، نادي الزمالك لو مش في ظهرك واقف جنبك انت صدقني هتكون في حتة تانية وحشة قوي قوي قوي. فانا بتمنى ان انت على قد ما نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بيحبك وبيقدرك لازم المردود يبقى احسن من كده. عادي رايك ايه في القصه دي؟ نفس اللاعب لما يتحط في موقف صعب يتعظ. يعني انت قلت هو لسه خارج من موقف ومحنه صعبه جدا، كان من الوارد ان هو ما يطلعش، وكان من الوارد ان هو يتحط في ابتلاء صعب جدا جدا. فانت ربنا نجاك والزمالك وقف جنبك، الطبيعي ان انت اصلا تلعب للزمالك من غير فلوس. يعني بعد اللي انت عملته ونادي وقف جنبك وربنا نجاك وبقى في فرصه جديده ليك، المفروض ان انت من النهارده او من يوم ما خرجت من المحنه لحد اخر يوم ليك في الكوره يبقى انت خدت درس وعظه عشان تكمل خلاص الفتره الجايه كلها مركز في الكوره وتجيب فورمه وترد الدين للزمالك وتكون موجود مع المنتخب وتكون لاعب مؤثر. لكن على طول ده احنا لسه ما كملناش كام اسبوع يقول لك اصل هو جاله برد وما راحش التمرين. يعني حاجه بصراحه صعبه قوي. يعني نفس اللعيبه بس تتعظ، وخاصة كمان لسه موقف ما عداش عليه كتير. عارف مثلا لو عدى عليه كتير يقول لك هو نسي، لكن ده لسه موقف حصل. فاتمنى اللعيبه كلها زي ما قال الكابتن حسن كده، اللعيبه تركز وتبتعث كمان من اللي بيحصل لزمايلها، لان زي ما قال الكابتن حسن برضو اللعيبه عمرها في الكوره قصير. ودلوقتي بنشوف مشاكل كتير قوي لعيبه الكوره، اقسام ومحاكم وقصص. نفس اللعيبه تركز في الكوره وتعرف ان هم في نعمه كبيره، في ناس كتيره تتمنى ربعها. لسه يا جماعه كنا بنتكلم واحنا تحت الهوا كان كابتن حسن بيتكلم على جزئيه تخص انه في ناس كتيرة جدا ممكن تكون في ظروف حياتية او معيشية او اقتصادية او مادية، لما بتسمع او بتشوف الارقام للعيبة ربنا طبعا يكرم اللعيبة ويوسعها عليهم يا رب ويكرمهم من وسع، بس اللعيبة اخواتنا الصغارين لازم يحسوا فعلا زي ما كان لسه عادي بيقول بالنعمة الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم بيها. في كم شباب من اسكندريه لاسوان يتمنوا يلعبوا كوره ويتمنوا يكونوا في الاهلي والزمالك، شوف كم واحد بقى ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليه وبيديه النعمه دي. كام قائمه الاهلي كام لعيب؟ 30 من كم مليون نفسهم يكونوا موجودين في المكان ده ولا الزمالك ولا ولا. فنعمه كبيره بكم نعم كتيره مصاحبه ليها، وفي ناس ممكن يكون قصته كلها في حياته عايز 2000 3000 جنيه، فعليهم ان هم فعلا يقدروا النعمه دي ويعرفوا نعمه ربنا سبحانه وتعالى الكبيره اللي هم اداها لهم. ما بالك بقى كمان بموقف زي بتاع فتوح اللي هو كان لسه موجود فيه وربنا سبحانه وتعالى انعم عليه ان هو خرج منه ونادي الزمالك ربنا سببه وكان واحد من الاسباب اللي وقفت جنبه في موقف زي ده. فيعني ببقى مستغرب جدا ان حاجه زي دي ما تبقاش وعظ للاعيبتنا. فربنا يا رب يكرمهم وينعم عليهم وينعم علينا يا رب بان احنا نبقى شايفين نعمه ومبصرين لنعمه ونقدرها وما نعتدش عليها ونألفها. يعني وحاجة أخيرة والنبي يا جماعة كويس أنا افتكرتها، يا رب إن الصفحات الإعلامية الخاصة بالأهلي والزمالك تحديدا تبطل تشير البوستات والاستوريهات والحاجات اللي فيها مكايدة من بعض اللعيبة. ساعات الأدمنز بيفتكروا إن دي حاجة فيها حلاوة ولطافة وجمال ومكايدة ونكش في مساحات للنكش لطيفة مقبولة، بس في مساحات تانية لما ببتدي اشير بعض حاجات للعيبة اللي هم بيكيدوا بيها الجمهور المنافس او النادي المنافس بتخلي الجمهور يعتاد على ده ويفتكر ده الطبيعي وبيخلي اللعيب نفسه يتمادى في ده. فيا رب المسؤولين عن الانظمة الاعلامية في الاهلي والزمالك يساعدوا الدنيا ويساعدونا ان اللعيبة تبقى فاهمة حدودها، يحيي لعيبته يحيي جمهوره وينكش وبتاع، بس في اطار محدود عشان ما نعتدش بس على تفاصيل بتوقعنا في المشاكل اللي احنا موجودين فيها. معلش في الحته دي مهمه قوي وهقول فيها جزئيه بسيطه جدا. جزء من اللي وصل له امام عاشور حته ان هو حس بنفسه قوي ان هو اتنجم قوي من
الجمهور الاهلي وعلى البصل واحده بقى حطه في حته لوحده، وحتى صفحات الاهلي الرسميه بقت على طول بتنزل صوره من السنه اللي فاتت عشان تجيب ريتش. القصه دي بتخلي اللعيب مش شاف حد. هو امام دلوقتي عشان ماتش زي ده ان هو اول ماتش يقعدوا دكه، يعني ازاي اقعد دكه؟ ده نجمد واحد في الدنيا. لا، انت لعيب كوره عالي زيك زي اي حد، الدنيا عندنا في مصر قريبه. فالجمهور والصفحات علم ده ابو تريكه كان بيقعد دكه بالظبط عادي، يعني منتخب مصر عادي يعني. مصر ما فيش حته ثانيه يعني، ففي جزء ان في جزء ان الجمهور والصفحات بيقول الدنيا في مصر قريبه، بيقول ما فيش حته ثانيه يعني مش ممكن يعني. ففي جزء من الجمهور والصفحات بتوصل اللعيبه للحته دي يعني. فانا بصراحه بحيك على النقطه دي جدا يعني. ربنا يعزك ويحفظك. بيطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، خليكم معانا. الاهلي والزمالك عندهم ماتشين مهمين في الجوله الرابعه من دوري نايل، بس في لعيب اسمه حمزه عبد الكريم عادي عايز يكلمنا عنه. طيب اولا ده ممكن يكون ميدو الجديد. ميدو الجديد اللي انا بقول كده. اولا طبعا هو ولد عنده 17 سنه بيلعب في منتخب الناشئين مع الكابتن احمد الكاس، وممكن يكون ناس كتير اتفرجت عليه مع المنتخب يعني. خلي بالك ميدو هو عنده 17 سنه كان بيلعب منتخب مصر مع كابتن جوهر بالظبط، وكمان اشول وبيلعب دماغه كويس. ايوه تعالوا نشوف بقى الحاجات ليه. ده بص بشماله تزيد من على حدود 18، وهو كمان بنيانه الجسدي كويس مش قصير. بص هنا بقى في العاب الهوا هو اللي بيعمل اسيست، طالع عمل اسيست، واعتقد ممكن يكون ده بلال اللي سجل الهدف بالعطيه. في كمان بص هي ثاني. ده مين اللي بيعمل الاوت ده؟ ده اكيد مش عارف بصراحه، بس يعني شغل كويس من الكابتن احمد الكاس ان دي جمله مرمى عليها مرتين وبيطلع هو يلعبها. ده بلال. فبص ازاي هو بيتعامل في الرأسيات، وبص احنا عندنا ازمه في حته المهاجم. هنا باكورد. حلو قوي ميدو ولا مش ميدو؟ حلو قوي دي. فلا اللعيب اشول ومهاجم جوه الصندوق. احنا عندنا دلوقتي مشكله كبيره في حته المهاجم اللي هو 18 قوي قوي جدا قوي قوي. انا عاجبني قوي رد فعله وبيتصرف ازاي في الكوره. يعني هو كمان بيحضر نفسه لاي وضعيه الكوره ممكن تجي له فيها. ايوه وبيقدر ان هو ينزل يعمل اسيست بدماغه، او يقدر ان هو يتصرف جوه ال 18 بشكل كويس. فلا فهو انا شايف ان هو كخامه لعيب جدا. بس ما كانش فيه توفيق فيها يعني. اللعيبه اللي زي دي موجوده في قطاع الناشئين الاهلي. وفي لعيبه زيهم ثانيه في قطاع الناشئين في مصر. اتمنى ان هم نبدا نركز عليهم. مش لازم يطلع في الاول من دلوقتي، بس الناس تبدا تركز معاه، تشتغل معاه اكتر، تطوره اكتر، ويلعب ممكن مع الوقت نشوفه بيتمرن مع الفريق الاول. هنا كره عرضيه طالع الراجل برجله على طول فيرست تايم على طول بشماله في الجول. ودي الكره اللي عملها اسيست من شويه. في اهداف كتير سجلها مع المنتخب في البطوله اللي لسه خلصانه، واخد افضل لاعب في بطوله شمال افريقيا تحت 17 في شهر ابريل اللي فات. ف يعني دي طبعا لقطه حته بقى العالمي بقى. انت اتكلمت في البنيان الجسماني. لا ميدو برضه لا ما هو طبعا كان فرق كبير قوي من زمان ودلوقتي يعني. لكن اتمنى ده من سمن البلد بالظبط. وعادي ما شفتش انت ميدو وهو صغير؟ لا ميدو كان دبابه وهو صغير. لا يعني معلش يعني لا انا حسب تعرضت ضد لا انا عرضته هو تعرضته دوت ما يجيش مثلا حاجه. لا ما انا بشوف ميدو كان بيشيل فرقه النادي الاهلي ويجري بيها ويجيب جول الفراوده الشوط. عارف ميدو كان مثلا بيأجروه من الساعه 12 لغايه الساعه 6 3 بالليل يلعب مع الفريق اللي مثلا لو هو كان عنده 12 13 سنه يلعب مع 13 وال 14 وال 15 وال 16. لا ميدو يعني ما تقارنش حد. لا زمان اللعيبه كان عندها صحه، بس انت لما تشوف مهاجم والله بجد. لا والله انا بهزر. لا ما انا عارف انت يعني. انت يعني كان ميدو مثلا كان عنده قول 15 سنه يلعب مع ال 15 يطلعوه قبل ما الشوط الثاني يخلص. قبل ما الشوط الثاني يخلص يروح مطلعينه يروح مودينه يلعب مع 16 سنه او 17 سنه. لا وجه الربط هنا ان هو مهاجم اشول. ان هو ده وجه الربط. انا عدى لك دي بس عشان هو اشول. احنا ما بشوفش يعني. كان في احمد صلاح حسني برده واعتقد كان بيلعب بشماله. في حته المهاجم الاشول دي احنا ما بنشوفهاش عندنا كتير في مصر. فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه ياخد يعني فرصه يتطور اكتر. لو ممكن يطلع يتمرن مع الفريق الاول وممكن نشوف مهاجم يعني، او حتى لو جات له فرصه ان هو يحترف بره. هي النقطه اللي انا بتمناها ان اي لعيب من بتوع 2008 و2005 يطلعوا يحترفوا. صدقني مفيش لعيب من دولت هيطلع في انديه كبيره اهلي او زمالك يلعب. بس انت كابتن عندك مشكله كابتن دلوقتي في مركز المهاجم في مصر يعني. انت سهل ان انت ممكن حتى بدل ما انت عملت لو هو بيلعب في النادي الاهلي. هو بيلعب فين؟ بيلعب في الاهلي. طب هيلعب مكان وسام؟ هيلعب مكان لا ما بقولش مكان وسام. ما انت الفكره في ايه؟ هيتمرن. احنا نفسنا اللعيبه ان زمان في
قبل كمان كان الاهلي والزمالك بيطلعوا ناشئين يلعبوا فيرست تيم وهم صغيرين، ده ما بقناش نشوفه دلوقتي. تمام، بس هي النقطه دلوقتي النادي الاهلي عايز دايما اللعيب الجاهز. كان عنده لعيب وطلعه لفيوتشر وبعد كده رجعه تاني النادي زعلوك. تمام، انت فاهمني؟ فهي المشكله ان انا اتمرن غير لما افضل العب. صح. او العب مع ليفل عالي. هو الامنيه اللي انا بتمناها لو اللعيب ده جاله احتراف بره، عشان في الاخر ده هيفيد منتخب مصر. أيوة. هي دي النقطه. أيوة. بس طيب نروح للزمالك يا خليفه. تحركات احمد فتوح واستغلال جوميز لي في الحته بتاعه نص الملعب حلو. خلينا نقول ان الزمالك في البدايه كان عنده في القاء المصري مشكله في الخروج بالكوره، كانت الكره ما بتتحرك بين الباكين. الزمالك عنده ماتش الغزل والاهلي عنده ماتش البنك الاهلي، يعني دي لقطه مثلا في القاء المصري هتلاقي فيه مشكله في الزمالك هنا. مع كان اللي بينزل بين الباكين دونجا، دونجا ما عندوش قدره لا يعمل مراوغه ولا يعمل باص طويل مميز ولا اي حاجه، فالكره كانت بتفضل تتنقل بين الباكين ولغايه لما بتسمح بضغط المصري. اول ما المصري يضغط هتلاقي الزمالك بيرتبك جدا، مهما الكره هنا الزمالك مش عارف يخرج بالكره، المسوس هيحاول يخرج بالكره بلبط المسوس بين التسليم والاستلام بتتقطع على طول. الزمالك كان عنده المشكله دي. في وجود فتوح الامر بيختلف تماما. فتوح ما بيلعبش بقى ظهير ايسر مايل كباك فاتح الملعب، لا الزمالك بدا يزود لعيبه الوسط بوجود فتوح. كان ماريسكا اللي بيدرب تشيلسي كان بيتكلم دايما على استخدامات بدل ما يبقى الفول باك بقى بيستخدموا انفيرتد لجوه الملعب. دي خريطه حراريه اللي بتاعت فتوح دي، مش ما تحسش ان هي شبه ابراهيم ظهير ايسر عادي. لو بصيت مقارنه مثلا بالخريطه الحراريه بتاعت فتوح وبين عمر جابر الصوره اللي بعديها هتلاقي ان عمر جابر ظهير واخد الخط، انها فتوح كان الزمالك عنده لاعب زي التاني في خط النص بانت فيه. في نبص الصوره اللي بعدها تمركزات لعيبه الزمالك في لقاء بلاك بولز هتلاقي ان فتوح كان طول الوقت هو الصوره اللي بعدها. يا ريت ومعانا الصوره اللي بعدها كارقام احمد فتوح عامل لمس الكره 102 مره منهم 13 لونج باص منهم 10 سلام. الصوره اللي بعدها هبين لك بقى ان هو كان طول الوقت موجود في عمق الملعب وده كان بيسمح جدا ان الزمالك ان هو بيكسر بالضغط. يعني نمشي الصور بسرعه هتلاقي فيه معانا سواء تمركزات فتوح او خريطه بساط الزمالك بتثبت دايما ان الزمالك كان بيعتمد على فتوح في الخروج بالكوره فكان في سلاسه. ده هيخلي السؤال في لقاء غزل المحله، هل الزمالك هيكون قادر ان يستخدم فتوح؟ خاصه ان غزل المحله ابراهيم مميزين جدا، هو بيعمل حاجه حلوه جدا، بيضغط واول ما يفقد الكوره عندهم ضغط وبيستفيد بالسرعه وبيستخدم عبده يحيى من احد اللاعبين المميزين في غزل المحله ان هو بيجي كمهاجم متاخر، كان بيلعب الاول كمهاجم لوحده، نزله دلوقتي بين حموده بيلعب معاه، فعبده يحيى بيجي كمهاجم متاخر مميز جدا في التكمله. لو معانا 3 4 لقطات لعبده يحيى كلاعب بالمشاهده في لقاء الزمالك وغزل المحله هتلاقي لاعب بيعرف جدا بيعمل حاجتين دلوقتي مهمين عبده يحيى بيزود بيهم، بيسدد بشكل كويس جدا من خارج منطقه الجزاء وحدود منطقه الجزاء، فالزمالك لو ما ضغطش كويس في المنطقه دي عبده يحيى من اللعيبه اللي هتمثل خطر. زود عليها كمان ان عبده يحيى من اللعيبه اللي بتجيد جدا القطع ورا من قدام المساك، يعني او من قدام الباك، يعني الكره اول ما تتلعب عرضيه المحله بتلعب عرضيات كتير جدا، عبده يحيى بيكمل بشكل ممتاز جدا. كانت معانا لقطات بس واضح ان وقتنا خلص مش للاسف. لكن هو من اللاعبين اللي هيكون احد المفاتيح المهمه جدا في المحله لاستغلال الفكره اللي هي المسافه اللي بين المساكين، خاصه ان الزمالك هيعاني في غياب المسلوسي. هنحلل بقى ده الجمعه الجايه ان شاء الله نشوف اللي حصل في الزمالك والمحله. كابتن حسن نورت الدنيا حبيبي، ربنا يخليك. شكرا ليك عادي، نورت الدنيا. كل شكر ليك خليفه، نورت الدنيا. شكرا ليك، شكرا موصول لحضراتكم على المتابعه ونشوفكم باذن الله على الف خير.